السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأنوار عليكم جميعا، جمعة مباركة. دائما في إطار تحدي 4 الفيديوز في يوم واحد، دونك جبت لكم واحد دوفوار نيميرو ان ديال فيزيك اي شيمي. داكوغ، دونك نبداو على بركة الله. بالنسبة لبروميي اكزارسيس قال لك كومبليتي لو تابلو، الامتحان عامر بالجداول. دونك بالنسبة لبروميي اكزارسيس كيف ما قلت لكم كومبليتي لو تابلو بهادو. كاينين لي زاتوم اولا كاين كامل كاين اتوم وكاينين لي زيون. دونك لاتوم شحال عندي؟ لاتوم عندي هادي سي ال موان، هادي سي او. لا، دونك كاينه سي ال وكاينه سي او، هادي اتوم اللي ما فيهاش البلوس ولا الموان راها اتوم. كاينين لي زانيون كاينين لي كاتيون. لي كاتيون هما البوزيتيف، لي زانيون هما النيجاتيف. بالنسبة لكاتيون بوزيتيف عندي اش، عاود عندي مونو وعندي بولي. اش كتعني مونو؟ وحادي الدرة، فيها درة وحدة. بولي بزاف. البلوس كاينة سي او، الحقايد بقى ان و اش هما جوج ديال الدرات. دونك بولي اتوميك ان اش 4 بلوس، ان ا صوديوم ان ا بلوس. دابا لي زانيو الموان، عاود كاين مونو وكاين البولي وحادي الذره وكاين لي متعدد الذرات. بالنسبه الان احيدناها هادي اس او، كاين لاتوم ديال اس ديال الصوديوم وكاين لاتوم ديال الاكسجين ديال او. دونك بولي هاي عاود او اش موان، هنايا مونو اس دو موان، وهذا هنايا اش سي او او موان. داكوغ. دوزيام كيسيون ولا دوزيام اكزارسيس، كومبليتي لو تابلو سويفون. دونك هذا خاصو عرفتو يتحفظ. داكوغ. دونك هنايا شارج دو نوايو راه هو هذا 29، هنايا 13، هنايا 7. شارج دي زيلكترون دائما الموان، شارج دو نوايو دائما البلوس. زيدو لا او ياك. نومبر دي زيلكترون، العدد ديال الالكترونات هنا. دونك لاحظوا سبعة وعشرين، هنا عاطيك تمنية، هنا شحال غيكون؟ دابا هنايا موان دو وهنا عندي 16، دونك موان دو غنزيد هي 18. عندي هنايا 3 بلوس يعني غنقص هي 10. شارج دي زيلكترون، لي زيلكترون موان 27 او موان موان موان. لا شارج دو نوايو دي مال بلوس 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 بلوس. دونك هنا الفورمول ديال ليون، الفورمول دونك هنا 29 27. دونك راه هو دابا هو سي او 2 بلس، هنا 16 ل 18، هنايا اس 2 موان، هنايا 13 10 3 بلس، هنا 7 8 هو اف موان. دونك هنايا بلس 2، هنايا بلس 3، هنايا موان او. المهم كنتمنى تكونوا عرفتوا كيفاش تعمروا الجدول باي اتوم واخا ما تكونوش حافظين. بالنسبه للدوزيام اكزرسيس قال كومبليت لي فراس سويفون. ان بو اتر فابريكي ا بارتير دو ديفيرون، دونك ان كور بو اتر فابريكي ا بارتير دو ديفيرون ماتيريو. Les trois classes principales matériaux utilisés au quotidien sont les trois classes principales, les verres et les métaux et les plastiques. L'atome est constitué d'une partie centrale, le noyau chargé. Noyau, qu'est-ce qu'il y a?
positivement. Entouré des électrons. Chargé négativement. Yak. Les tournent autour du noyau. Donc les électrons, ou maliké hum hawla l'électron, formant un كي يكونوا ليا كيشكلوا ليا شنو سحابة إلكترونية نياج إلكترونيك. Le fer s'oxyde lentement à l'air. هذا عندكم الدرس الثالث. الدرس الثالث بالنسبة للتخوازيام اكزرسيس قالكم مي تخوا تيب دو بلاستيك بي في سي بي اس و بي او دون دو بيشير لو برومي كونتيان دو دوس اي لوتر دو سالي دونك هذا فيه او دوس ماء عاد وهذا فيه ماء مالح. كيل اي لو نون سيستيماتيك دي ماتيير ا و بي و سي لاحظوا دونك سي كي لا يطفو لا في الماء العذب ولا في الماء الماء المالح شكو كيكون بي في سي عقلو احنا حيدنا علينا السي والسي شكون اللي كيطفو فوق الماء العذب وما لا يطفو فوق الماء المالح شكون هو هو البي او احنا لقينا بقى لي بي بي ما كيطفوش لا يطفو فوق الماء العذب ولكن يطفو فوق الماء المالح فهو البي اس. Quelles sont les deux propriétés communes entre PVC, PS et PE? شنو هما جوج ديال الخاصيات مشتركه ما بين هاد ثلاثه الانواع ديال البلاستيك؟ دونك شنو كنعرفوا على البلاستيك غير موصل للكهرباء وغير موصل للحراره. دونك ne sont pas conducteurs électrique plus ne sont pas conducteurs thermiques ou là donc c'est bon isolant thermique azilé plus isolant électrique. Relié par flèche. Donc attiré par l'aimant, je coule qui le magnétisme, c'est le fer. Je coule les longs dialogues, ahmar ajouré ou la ahmar le portugais, c'est le cuivre, le nohès. Je coule ou achève ou un seul l'aluminium. أقصر فرد وقيلة شفنا 8 دقائق يلا جيسبيغ تكونوا فهمتوا معايا هاد لا سيري صراحه سهله خفيفه ظريفه بالتوفيق لكم جميعا تلقاو فيديو قبيله ان شاء الله دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الانوار عليكم جميعا جيسبيغ تكونوا بخير جمعه مباركه دائما في اطار تحدي 4 الفيديوهات في يوم واحد. انا بديت كنقص بديت بستة دابا 4 موراها 3 2 1 موراها غنغبر المهم كنضحك معكم. كنتمنى تكونوا بخير. شنو جبت لكم؟ جبت لكم واحد كونترول كونتين نمبر 1 ديال الفيزيك الشيمي طبعا لي 3 اسي بداو اونيفا على بركه الله. بالنسبه للبروميير اكزرسيس قال كومبليتي لي فراز اون يوتيليزون لي مو سويفون. مزيان عندي مونو اتوميك احادي الذره نويو نواه ماتيريو المواد لي زيلكترون الالكترونات لي كور الاجسام نواج الكترونيك سحابه الكترونيه. دونك لاتوم اي كومبوزي د الذره تتكون من ماذا؟ من اي من نواه نويو اي دي ديالاش اي دي زيلكترون اون موفمون اوتور دو نوي. دونك شكون هما اللي كيكون في حركه وكيحوموا حول النواه لي زيلكترون. دونك لي زيلكترون حيدناها النويو حيدناه en formant un électronique donc un nuage sahaba qui connu lié sahaba électronique. On peut fabriquer le même كيمكن غنكلي نصنع
نفس الجسم، لو ميم كور افيك ديفيرون شنو ماتيريو، بمواد مختلفه. مثلا طبسيل الزاج، نقدر نعمل طبسيل بالسيراميك، ونقدر نعمل طبسيل البلاستيك. ليون بروفيان دان سول اتوم اي ابيلي ايون، دونك الايون اللي كيجيني من ذره واحده كتسمى احادي الذره، دونك سي مونو اتوميك. داكوغ. دوزيام كاسيون، دوني اون ديفينيسيون سيانتيفيك بور لي مو سويفون. اعطيني ديفينيسيون سيانتيفيك، تعريف علمي الكلمات التالية. دونك ان انيون هو الانيون، شارج اليمونتير هي الشحنة الابتدائية. دونك ان انيون هذه فرصة نعطيها لكم. دونك ايتان اتوم هي واحد الذرة، او لا مجموعة ديال الذرات. داتوم اللي كسبوا الكترون او لا اكثر. الكترون شارج اليمونتير، قلنا شحنة ابتدائية. دونك حنا كنعرفوا ان كل الكترون كيحمل واحد الشحنه سالبه، ياك؟ دونك شاك الكترون اي بورتور دون شارج الكتريك نيجاتيف سالبه، للقيمة ديال شنو دو فالور. دونك موان اون طبعا سالبة ايكالا موان زان فيغكو سيس فوا ديس بيسونس موان ديزنوف كولوم. داك تخوازيام كيسيون، قالك كومبليتي لو طابلو سويفون. دونك عندي السائل لو نومبر اتوميك ديالو 17، سامبول ديالو سائل موا. دونك لا شارج دو نوايو د لاتوم شحال غتكون؟ لا شارج نوايو دائما بوزيتيف، دونك بلوس 17 او. لا شارج دي زيلكترون دو ليون، لي زيلكترون اللي هي موان شحال 18. علاش؟ دونك الموان اكتسبت واحد ليلكترون. لا شارج جلوبال موان بي. لاحظوا معايا هنا بلوس، دونك شحال غادي تكون؟ 82. هنايا بلس 2 يعني بي بلس 2، دونك هنايا غادي تكون موان. دونك هنايا فقدت جوج، فقدت جوج هي 80. داكوغ. كلاسي لي مو سويفون سولون لو طابلو سويفون. لي كور وكاينين لي مات. دونك شوفو لي كور، دونك تريكو جسم، voiture، crayon. Voilà. Dans les matériaux que l'organique, céramique ou les métaux. Donc le filizet ou le maïs, nous qu'est-ce qu'il le fer. Qu'est-ce que plombe, aclo. Les mouettes. الأورغانيك العضوية شنو كاين؟ بلاستيك، الخشب مادة عضوية، بابي كارتوني مادة عضوية. داكوغ، خلطو البال. سيراميك ما كاين حتى شي واحد. سانكيام اكزارسيس، قالك نو كونسومون شاك اني ابني ملال 28 tonnes de matière plastique distribuées comme suite. Donc 40% emballage alimentaire, 17% construction, 10% de la voiture et 4% de l'agriculture, 6% électronique, 23% autres domaines.
Calculez en tonnes la masse du plastique consommée pour chaque domaine. Donc, la masse, ou عندك نسبة مئوية. وخصك تردها la masse. Donc, بالنسبة للامبالاج هي دونك شنو ندير؟ لاحظوا معايا 40 في 28 مقسومة على 100 غتعطيني 11 لطون فاصله جوج. لي فواتور او لا كونستركسيون هي 17 في 28 مقسوم على 100 غتعطيك 4 طون فاصله 76. بالنسبه لي فواتور عندي 10 فور 28 ديفيزي بار 100. عقلوا على الطريقه، غادي تعطيك 2 طون فاغول 8. بالنسبه لاغريكولتور 6 فوا 28 ديفيزي بار 100 غادي تعطيك 1 طون فاغول 12. بالنسبه للالكترونيك عندي 6 فوا 28 ديفيزي بار 100 غتعطيك 1 طون فاغول 68. بالنسبه للي زوتر دومين عندي 23 فوا 28 ديفيزي بار 100 غتعطيني 6.44. دونك هذا جو بونس كو واحد التمرين اضافي صافي، لان جو بونس با يقدروا يعطيوكم تكالكوليو بحال هاد المسائل هادو. غير البورسونتاج تحولوه للاماس صافي، ضربوا هذاك العدد البورسونتاج في لاماس توتال وقسموا على 100. كونفيرتير ا لونيتي سويفونت، هذا تحويلات زوين. طابلو ضروري تحفظ، نعطيها لكم ديريكتومون. دونك هذا من المتر للنانومتر كنضربو في 10 بويسونس بلاتي نتفكر. شوفو من المتر للنانومتر كنضرب في 10 في 10 بويسونس 9. عقلو عليها، دونك غنجمعو موان 12 بلس 9 موان 3. داكوغ، من نانومتر لهذا بي ام كنضرب في 10 بويسونس موان 3. داكوغ، 10 بويسونس موان 3. لا بلاتي، هادي بعدا نحولها. شوفو معايا، هي 9 فوا 10 بيسونس شحال؟ موان 3 فوا 10 بيسونس موان 9. خدمو هادي، موان 9 موان 12. هاد بي ام بيكومتر، داكوغ، نانومتر بيكومتر. دونك غادي نقسم على 10 بيسونس موان 12، داكوغ. دونك هادي مشات مع هادي، بقات لي 9 9 بيكومتر. داكوغ، شوفو معايا دوزيام اكزارسيس، ركزو فيه مزيان داكوغ، لان الاسئله هذا مرتبطين. لو نيميرو اتوميك دو زنك هو، دونك الزنك عنده زد النومبر اتوميك او لا العدد الذري 30. مزيان، ديتيرميني حدد ليا لو نومبر دي شارج بوزيتيف دو نويو دو زنك. لو نومبر العدد ديال لي شارج بوزيتيف، دونك 30. كالكولي لا شارج دو كورتيج الكترونيك دو سيت اتوم اون كولومب. لا شارج الكورتيج الكترونيك الكترون، دونك الموان ياك، دونك هي موان 30 او. دونك هي موان 30 فوا و او شحال هي؟ ما عطيتهاش هنا في لي دوني، داكشي خصها تحفظ. 6 6 لا 1.6 في 10 بيسونس موان 19 كولومب. داكوغ، 30 في 1.6 تعطيكم ناقص 48 في 10 بيسونس. ما تنساوش ديو معاكم كالكولاتريس باش تحسبوا هاد لا شارج.
ديدوير سنتج لا شارج جلوبال. دونك لا شارج جلوبال الشحنه الاجماليه ديال لاطوم د الزنك شكون هي؟ هادي زائد هادي بلس 30 او موان 30 او دائما كتساوي صفر. لو ديامتر دو لاطوم دو زنك هذا الديامتر القطر اي سولو دو نوايو هذا النوايو. كالكولي لو رابور انتر لو ديامتر دو لاطوم اي سولو دو نيا دو هذا. دونك شو تندير مي تيعطيك بحال هكا كتعمل ديامتر ديال لاطوم كتقسمها على ديامتر ديال النوايو. غتعطيني 5.33 في 10 في 4 ناقص 15 زائد ناقص 10 زائد 15 هي 15 ناقص 10 هي 4. كيل سوغي لو ديامتر دو لاطوم سي سون نوايو افي لو ديامتر دون بول دو غولف 3.4. شنو غادير؟ أتشد هذا وغضربو في هذا. حنا بغينا بالمتر موان دو. المهم هذا ما عندكم ما ديرو به داكوغ. جو بونس كو تا هذا دونك هادو الثلاثة ضروري خصهم تكونوا عارفينهم. الحاجة كيكونوا بعادين على الدرس ما عندكم ما ديرو بهم. ساشون كو لا شارج جلوبال ديون دو زنك دونك لا شارج جلوبال هي هادي ياك. كيل لو تيب دو سيتيون لو تيب ديالو لاحظوا معايا هنايا بوزيتيف دونك شنو غيكون؟ كاتيون. لو تيب ديون يا اما كاتيون يا اما انيون. ديتيرميني حدد لا شارج دو ليون دو زنك اون فونكسيون دو لا شارج اليمونتيغ او. دونك شارج ديال الايون دونك هو عندو الكاتيون دونك هو بلوس دو conclure la formule chimique de cet ion. Donc je n'aurai dit qu'on zinc Zn de plus. Voilà. La formule chimique de l'ion phosphate est PO4 3- avec P l'atome d'iel phosphore. Or Zp égale à 15. Donc attaque n'ayant nombre atomique, la dette de riz. حسب ليا لا شارج دو سيتيون اون كولومب لا شارج دو سيتيون لا شارج ديالها. دونك هي تشوف عامله دونك هي انيون واخ. دونك شنو ندير؟ عندي البي عندي لاحظوا معايا 3 دونك موان 3 او فوا 4 ياك حتى ندير 4 ديال الاكسجين. دونك موان 3 فوا 1.6 فوا 10 بوسونس موان 19 فوا 4 غتعطيني موان 19.2 فوا 10 بوسونس موان 19 كولومب. كالكولي حسب لا شارج ديليكترون دو سيتيون لا شارج ديليكترون دونك موان 3 او. دونك هي موان 3 فوا 1.6 فوا 10 بوسونس موان 19 مي نحسبها تعطيك موان 4.8 فوا 10 بوسونس موان 19. ركزوا على هادي ركزوا على هادو حاولوا تفهموا هادي. نعرفكم ما فهمتوش هادي حاولوا تعقلوا عليها تعقلوا. بالنسبه للثوازيام اكزرسيس شنو قال لكم؟ dans un documentaire sur la télé محمد a entendu qu'il y a plusieurs types de plastique. يعني في واحد الوثائقي محمد سمع بلي كاينين بزاف الانواع ديال البلاستيك. شاك تيب ايتيليزي دون لا فابريكاسيون دي ديفيرون كور كوم لو كا دو لا بوتيل دو مينيرال qui est constitué de trois types de plastique différents. Donnez les noms et leur abréviation de plastique que tu as vu dans le cours. Donc, il faut dire que nous avons quel chef 3, quel chef 5, quel chef 4. Donc, il y a PET,
كاين بي اس، كاين بي في سي، وكاين البي او. ياك دونك بي او تي بوليتيلين تيريفتالات، البي اس بوليستيرين، بي في سي بوليكلورور دو فينيل، والبي او اللي هو البوليتيلين. داكوغ، كاين حتى البي بي. دونك ساشو qu'on trouve dans le bouchon de la bouteille minérale le symbole suivant, donnez le nom de ce plastique et dire comment distinguer ce type. Donc, je connais un dollar comme juge. Je connais un dollar comme juge. PE. Donc, polyéthylène. PE. وباش كنعرفو كومون لو ديستينك، باش كنتعرفو عليه. دونك شنو شنو اللي شنو شنو المميزات ديالو؟ يطفو فوق الماء العذب، دونك فلوت سور لو دوس. عقلو عليها، داكوغ. فوالا، دونك بعدا كنكونو سالينا هاد لاسيغي. شفتو شحال فيها ديال المعلومات؟ هاد لاسيغي مهمه جدا جدا جدا. دونك بالتوفيق لكم جميعا، نتلاقاو فيديو قبيله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الانوار عليكم جميعا، جيسبيغ تكونوا بخير. الوغ، هاد الفيديو هذا غادي نشوفو فيه، جبت لكم واحد لاسيغي داكوغ خفيفه ظريفه، نوجدو بها او نساعدو بها للفرد الاول. دونك هاد الفيديو سي بوغ لي 3 اسي، طبعا دائما في اطار تحدي سد الفيديوهات في يوم واحد. انا والله ما عرفت الفيديو فين واصل، واش هذا الرابع ولا الخامس ولا السادس. المهم دونك هاد لي زيكزيرسيس ديال الدرس الاولاني، صافي اكزامبل دو كيلكو ماتيريو اوتيليزي دون لا في كوتيديان. بالنسبه للبرومي اكزيرسيس نشوفوا شنو كيقول لنا. كومبليتي لي فراز بار لي مو سويفون. مزيان، دابا هاد التمرين عطاوك فيه الكلمات سهلوه شويه. دونك ان بوتيتر فابريكي ا بارتير دو ديفيرون، دونك هذا ساهل. ان اوبجي، واحد الجسم. بوتيتر فابريكي ا بارتير دو ديفيرون ماتيريو. Les trois classes principales des matériaux utilisés au quotidien sont les trois classes principales. Je ne dis les le plastique, les verres, les métaux. Les filizettes, les verres et les plastiques. Un objet est fabriqué pour une précise, pour une fonction précise. Le matériau qui le constitue est choisi en fonction de ses propriétés. الماتيريو يعني المادة اللي غادي نستعملها كنختارها على حسب على حسب الخاصيات ديالها. داكوغ، انا مثلا ما يمكنش شنو ما يمكنش بلاتي ناخذ مثال ديال مثال مثال مثلا شي حاجه اللي كتعلب في الزاج ما يمكنش نعلبها في البلاستيك. داكوغ، لا بروبريتي داتيري بار لي مو داتيري، شكون اللي كينجذب ليها بالمغناطيس؟ لو فير بار لي مو بيرمي دو ليدونتيفي، كيمكننا اننا نتعرفوا عليه. اي لا كولور روج بريك، والاحمر اجوري كيمكنني باش نعرف شنو كيمكنني باش نعرف لو كويفر. تري بيان.
pour différencier entre le PVC et le, on utilise la couleur de la flamme qui devient avec le PVC. Voilà. Donc, باش نفرقوا ما بين البي في سي وشنو عندي هنا بي او تي كنستعملوا اللون ديال لا فلام كي دوفيان كيفاش كترجع خضراء فيرت شكون بي في سي بي في سي اللهب كيرجع خضر اون باس لدوزيام اكزرسيس شنو كيقول لي قال لك شوازير لا او لي بون ريبونس يعني يا اما تختار اختيار واحد او لا جوج او لا ثلاثه Quel matériau conserve mieux le goût des aliments شنو هما المواد اللي كيحافظوا ليا اكثر على المذاق واش البلاستيك الفلزات او الزجاج طبعا الزجاج كيحافظ ليا على المذاق ديال الحاجه لاكيل دي بروبوزيسيون نو كوريسبون با اون كلاس دو ماتيريو شكون هما هنا اللي ماشي من المواد عندي لي ميتو فهم سو سون دي ماتيريو لي بوتي Les matières plastiques, ce sont des matériaux. La matière plastique est. Donc, elle met dans le plastique qu'il y a. Et, je n'en. Conductrice électrique, ou le plastique qui est marié à la carabe, là. Isolant, n'aim. Toujours opaque, d'aimant moitié, mais là. Les métaux, les filizettes, sont tous de même couleur. En d'aimant, comme une obscène laune, là. Conducteur de chaleur. Oui. موصلين للكهرباء للحراره ريزيستون او شوك نعم مقاومين للصدمات ما كيتهرسوش بزاف ولا ما كيتقرطوش بسهوله لو فير ايتان ماتيريو الزجاج فهو ماده كوندكتور فور تيرميكمون هو موصل قوي للحراره لا ايزولون الكتريك وي فراجيل او شوك نعم ضعيف الصدمات اون باس بالنسبه للثوازيام اكزرسيس قال كلاسي لي مو سويفون دون لو طابلو سي دوسو عندي هنا لي زوبجي لي ماتيريو فير بلا واخ دابا نحيدو علينا لوبجي ان فير كاس عندي بوتوي اون فير عندي قرعه من الزاج كلو اون فير عندي مسمار من الحديد وجسم تليفون ستيلو فوالا نمشيو دابا لي ماتيريو هادو كاملين اللي بقاو سو سون دي ماتيريو ياك شوفو الفير الزجاج ها هو لو فير نشوفو لي ميتو نحيدو علينا الفلزات كاين لو كويفر كاين الالومنيوم نشوفو الانواع البلاستيك عندي هذا وعندي بوليستيرين فوالا شفتو يلا اون باس بالنسبه للكاتريام اكزرسيس وردوا معايا البال مزيان لهاد الاكزرسيس قال لك افان ديدونتيفي لي ماتيريو اي بي يوتيليزي بور فابريكي ان فيل دو كونيكسيون دونك واحد السلك توصل اون رياليز لي تيست كي سويف استعملنا فيه جوج ديال لي ماتيريو جوج المواد ا و بي اوكي ماتيريو تيستي ا هذا موصل الكهرباء ماتيريو تيستي بي هذا غير موصل الكهرباء دونك بروميير تيست الاختبار الاول شنو هو تيست دو كوندكتيفيتي يعني الموصليه دوزيام تيست تيست دو لا كولور دو فلام اللون ديال الفلام شوفوا شوفوا خضر ياك خضر هي عندي لهب زرق وملي عملنا هذاك
الماتيريال بي دونك هذا شنو غيكون؟ الومنيوم. وهذا اللي موصل شنو غيكون؟ يلا سيت لا فامي à laquelle appartient le matériau A justifie ta réponse. Donc A, شنو غادي يكون؟ اسم الماتيريال ديال لي ميتو الفلزات. علاش؟ حيتاش موصل الكهرباء. كنعرفوا ان الفلزات موصله للكهرباء. دونك A la famille des métaux. علاش؟ car il est un conducteur électrique. Observe la couleur du matériau A, déduit son nom. Donc la couleur ماشي خضر وانما دونك هنا يبين لي خضر. احنا كنهضروا على ا. ها هو شمن اللون هذا؟ احمر اجوري. دونك روج بريك. دونك شكون غيكون؟ لو كويفر. بريسيز la famille et le nom du matériau B. Donc B, je nous réponds. Donc plastique. Car il est isolant électrique. Résiliac, ma marche dedans. Le nom diallo, flamme, vert, verte, donc aluminium. Yak, oui, le plastique, le flamme verte, le PVC, ah ouais, Diana, pardon, d'accord. Explique le choix de ces deux matériaux pour la fabrication d'un fil de connexion. هذا سؤال مهم جدا. علاش كنختارو دائما فيليز مع بلاستيك باش نعمل واحد السلك ديال خيط التوصيل او السلك فيل دو كونيكسيون؟ وحيت هذاك البلاستيك عازل باش ما يضربنيش الضو من داك الفيليز اللي لداخل. داكوغ. دونك اون شوازي لو كويفر كار إلي كوندكتور إلكتريك. Et le PVC, car il est isolant électrique pour la protection contre l'électricité et le carabin. فوالا داكوغ. شفتو قلت لكم سيري حلوه صراحه خفيفه فيها بزاف ديال المعلومات. دونك بالتوفيق لكم جميعا. نتلاقاو في فيديو قبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الانوار عليكم جميعا. جيسبر تكونوا بخير. الوغ دائما في اطار تحدي السد للفيديوهات في يوم واحد. هذا الفيديو ما عرفتش الثالث ولا الرابع. تخربقوا عليا كثروا عليا الفيديوهات. جبت لكم ايفالواسيون ماشي دياغنوستيك ايفالواسيون مراقبه مستمره او لا فرض محروس رقم واحد. طبعا ماده الفيزياء والكيمياء سي بور لي 3 اس داكوغ. يلا نبداو على بركه الله. كاينين جوج الوريقات. نبداو بالنسبه للبروميي اكزرسيس. شنو كيقولنا؟ ديستينغي اونتر كور اي ماتيير. دونك لاحظوا معايا
ليكزيرسيس عليه 8 د النقاط. لا سيري طبعا غتلقاوها في صندوق الوصف، غادي تلقاوها في في هذا في المجموعه ديال التليجرام. ها نتوما دونك تريني 3 اكزيرسيس، هذا التمرين كامل 8 د النقاط. يلا نبداو. يلا دونك ديستانغي ما بين لو كور اي ماتيير او لا اوب. دونك كور هو اوبجي، عقلو كور هو اوبجي. Donc le fer, voilà, objet. Donc le fer, matériau, cuivre, nouhès. Fer à repasser, le fer à repasser, là c'est un corps. Fenêtre, chaise, bouteille en plastique. ما نسمعش بلاستيك ونديرها في الماتيريو، لا بوتوي هي قرعة. قنينة، لو بلاستيك، لو زنك. داكوغ، دونك عليه دو بوان، نقطة في هنا ونقطة هنا. دوزو للسؤال الثاني، نقطة ونص. يلا عندي هنا لو فير، كويفر، الومنيوم، بي في سي، بي او، بي اس. عندي هنايا ثلاثة ديال لي ميتو، وهنايا البلاستيك. سو ديسو دون لاسيتون، شكون اللي كيدوب في لاسيتون؟ راه هو البي اس. تكونو حافظين داك الجدول. سي لون مي سي دوسو دون فلام، سا كولور دوفيان فيغت. مي كنعملو تحت واحد الشعلة ديال شعلة ديال العافية، كيولي لا فلام، الشعلة ديالها كتولي خضراء. شكون هو؟ البي في سي. عقلو فلوت دون لو دوس، شكون الذي يطفو فوق الماء العذب؟ سي لو بي او. سا كولور اي روج بريك، شكون اللي كيكون اللون ديالو احمر اجوري؟ سي لو كويفر. Sa couleur est grise et il est plus léger que le fer. هو اخف من الحديد، سي لالومنيوم. Attiré par l'aimant، شكون اللي كينجد من طرف المغناطيس؟ سي لو فر اللي هو الحديد. داكوغ، دونك تخوازيام اكزارسيس عليه 3 بوان. Complétez le vide par ce qui convient. Le corps est composé, donc le jism qui est couvert d'un et il a donc le corps aula est constitué d'une matière ou plusieurs أو لا ماشي ماتي، نقدر نعملو دام ماتيريو. داكوغ، لو كور كيتكون ليا ماتيريو واحد أو لا بزاف. إي إلا عقلو عليها هادي واخا مكيناش في الكور، إلا أون فونكسيون عندو وظيفة محددة بريسيز. لاتوم سو كومبوز autour. L'atome se compose ديالاش ديال كتكون ليا الذره ماهيش من نواه، entouré محاطه بياش d'électrons. Formant هاد لي زيليكترون كي يشكلوا ليا شنو؟ سحابه الكترونيه، نواج الكتريك. لو نوايو possède une charge، دونك النواة عندها شعلة، شحنة، شنو؟ موجبة، بوزيتيف. Et les électrons ont une charge négative. Mais l'atome est، ولكن الذرة فهي أحادية الشحنة، شحنة محايدة، محايدة عفوا، محايدة يعني ما بلوس ما موان. Est électriquement neutre.
Chaque atome est caractérisé par son كلها ذرة كتميز ليا باش بواحد العدد ذري نيميرو اتوميك كي سينيفي اللي كي يدلي على ايش على العدد ديال اش ديال الالكترونات دو نومبر ديال الالكترون نوتي زد داكوغ دونك هادي 3 بوان كاتريام اكزرسيس عليه بوان اي دمي لاحظتوا عندي لي زانيون اي لي كاتيون دونك لي زانيون هما اللي عندهم الموان كاتيون هما اللي عندهم البلوس دونك اللي عنده دبل اش هنا ولكن واش مونو ولا بولي احادي الذره او لا متعدد الذره اش احادي هذا عنده البلوس هنايا حتى هو سي او دو بلوس هذا حتى هو عنده البلوس ولكن ثنائي ثنائي الذرة أو المتعدد يعني عنده جوج ان اش بلس 4 هذا المو هنا ولكن واش مونو أو لابولي بولي اللي عند او وعاد اش جوج هنايا كذلك المو ولكن اس بوحديتو سي لو سوفر هنايا شوف واحد جوج ثلاثة اش سي او هنا باردون عنده المو داكور Voilà. Donc, deuxième exercice, allez, 8 points. D'accord? 8 points. Donc, l'atome de fer, FFE, se transforme en ion. Donc, à la dara, qui est le nawet, une machine nawet, qui est le ion, FE de plus. Je m'attaque là. Mzien, les données, m'attaque. Attaque, on a l'adad de derridialo, nombre atomique, Z26. عطاوك هنايا الشحنة الكهربائية الشحنة الإلكترونية ولا الكهربائية ما علينا إكسبليكي سيت ترانسفورماسيون اشرح ليا هاد الشونجمون دونك أن الذرة ديال الحديد إف أو كتحول ليا سو ترانسفورم الأيون أون أيون هي إف أو دو بلوس en perdant كيفاش كتحول كتفقد ليا 2 الكترون الكترونين دوني لا شارج د الكترون لا شارج د الكترون دونك لا شارج د الكترون ديون اون فونكسيون دو دونك دونك موان ياك 26 نفقد هاد جوج 24 Donner la charge du noyau. La charge du noyau d'ion positif, donc plus 26E. Calculer la charge d'ion. La charge d'ion. Donc, on va mettre juge. En colombe. Donc, E, on va mettre en haut. Moi, je vais mettre en haut. Je vais mettre en La charge, il y a de Q. Il y a هي لا شارج ديال الايون هي جوج في او اللي هي 1.6 في 10 قس 19 كولوم دونك نخدم هادي جوج في 1.6 هي 3.2 في 10 اس ناقص 19 كولوم عقلوا عطاكم كيفاش كنخدمو Donc, le symbole d'un ion, c'est NH4+. Donnez le type de ces ions. Le type, yani, wesh, polyatomique, ou la uniatomique. Donc, un deux juges, donc polyatomique. Quelle est la charge d'ion? Je n'ai la charge d'ion en fonction de E. Donc, je vais lire. Il y a plus, l'ion plus 4, 1. Allez. Calculer la charge. La charge d'ion, le colon. Donc, à 4,
غنضربها في هاد او اللي هي 1.6 في 10 اس ناقص 19 كولومب، غتعطيني غنخدم 4 في 1.6 هي 6.4 في 10 اس ناقص 19 كولومب. كالكولي لو نومبر ديليكترون، لو نومبر ديليكترون شحال غيكونوا لي نومبر ديليكترون؟ دونك لي نومبر ديليكترون، دونك هي لو نومبر ديليكترون ديال الازوت و نومبر ديليكترون ديال الهيدروجين، غنقص طبعا منهم 4. دونك نومبر ديال الازوت هو 7، داكوغ. دونك فين بقيت؟ جاني ابل ما بقيتش عاقله. دونك نومبر اتوميك ديال ان هو 7، غادي نزيد عليه نومبر اتوميك ديال الهيدروجين هو 1 ناقص 4، دونك هو 7 ناقص 10 مثل الاقواس انا 8 ناقص 4 دونك 4. داكوغ، قال كالكول لو نومبر اتوميك دو لاتوم دازوت زد ان. نومبر اتوميك ديال خصو يعطيني 7، دونك عارفين نومبر اتوميك ديال الازون ازوت، نومبر زائد نومبر اتوميك ديال الهيدروجين ناقص 4 كيساوي 1 4 ياك. دونك هادشي كيدوخ شويه ولكن خصكم تركزوا صراحه، هاد التمرين يتخدم ويتعاود ويتعاود ويتعاود. اذا نومبر اتوميك ديال الازوت راه هو غنقص منه النومبر اتوميك ديال الهيدروجين 8 ناقص 1 هو 7، دونك اونطون زد ديال ان هو 7، هاد عليه 8 نقط. اون باس لدوزيام بارتي. اون بوتيت بول ميتاليك ميتال فيليز de forme géométrique dite sphérique mais de type inconnu, son diamètre d est de 1 cm et de masse la masse d'elle. Calculer la masse volume gros. Donc حنا كنعرفو ان la masse volume gros هي m sur v. ياك؟ Donc la masse شحال؟ هي 1.1 1.56 على الفوليوم. دونك سفير الحجم، القاعدة خصكم تكونوا حافظين 4 على 3 في بي في ار بوسونس 3. نعملو تطبيق عددي، 4 على 3 في 3.14 في عطاك الديامتر 1، دونك هو 0.5 بوسونس 3. من هنا تعملو ابليكاسيون نيميريك وتعطيك 2.97 غرام بار سنتيمتر كوب. داكوغ، كيلي لو تيب دو سو ميتال؟ دونك 2.97 شمن ميتال؟ الالومنيوم، حيت في الكوغ عاطينكم لا ماس فوليميك ديال شاك ميتال. وشوف انا خدمتها بلا ما نشوف لي دوني، شوفوا لي دوني المعطيات. الفوليوم ها هو 4 على 3 في بي مزيانه ملي عطاك الفوليوم، وها هو الالومنيوم شفتو، ها هو عطاني شفتو، انا خدمت 80 بلا ما خدمت بلا ما شفت لي دوني. داكوغ، يلا ثالثيام اكزرسيس، غادي يكون اخر اكزرسيس في هذا الكونترول هذا. كريم سو تروف دون ان لابوراتوار دو فيزيك شيمي فاس ا ان شون ايشونتيون دو بلاستيك دو تيب انكوني، نوع ديالو غير معروف. Citez les types de plastique que vous connaissez en donnant le nom et le symbole de chaque type. Donc, je nous mets un noir de plastique.
لو نو و السامبول. شفتوا اش كنقول لكم انا؟ ضروري خصكم تحفظوا الاسم اسم النوع البلاستيك والسامبول ديالو. دونك كاين بوليثيلين اللي هو البي او، وكاين بوليستيرين اللي هو البي اس، كاين بوليثيلين تريفتالات، حفظوهم بي او تي، وكاين بي في سي هو بوليكلورور دو فينيل، بي في سي. داكوغ، دوني دونك هادي عليها دو بوان وهادي دو بوان، دونك هنايا نص نقطة على كل سطر، هنايا دو بوان. دوني أكريم لا بروسيدور أو لا شيما qu'il devra suivre pour déterminer le type de ces échantillons de plastique. Tournez la page pour répondre à cette question. Donc, je vais vous dire déjà un peu comme fait le cours. Je vais vous dire un peu comme fait le cours. Je vais vous dire un peu. Attends. Non, je vais vous dire. Voilà. Donc, je vais vous dire un peu dans le groupe de Telegram. ديجا كاينه تما وكاينه حتى في الكور، ديجا درتها لكم في الكور. فوالا دونك بهذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. بالتوفيق لكم جميعا، نتلاقاو فيديو قبيله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الانوار عليكم جميعا. دائما في اطار التحدي ديالنا، سد الفيديوهات في يوم واحد، هذا الفيديو الثاني شنو غادي نخدمه. دونك من بعد ما عملنا الفيديو الاول شرحت فيه الدرس الاول والثاني وعملنا مراجعه شامله وعرفنا شنو خاصو يتحفظ شنو خاصو يتفهم، غندوزو دابا الفرد الاولاني. داكوغ، دونك بالنسبه جبت لكم هنايا واحد لا سيري ديكزيرسيس ديال بروميي كور. يلا نبداو على بركه الله. بالنسبه لبروميي اكزيرسيس، قبل ما نبدا عفاكم غادي نفكركم عملوا بوز دابا، عملوا لايك الفيديو، عملوا جيم، وابدوا التعليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها. والناس اللي باقيين ما ابونيش في القناه وديروا ابوني، ما تكونوش انانيين، ديروا ابوني. يلا البرومي اكزيرسيس نبداو على بركه الله. كنطلب منكم هذا الشيء كتشجيع ليا، كرد الجميل، بزاف الحاجات الواحد يعاون بعضياته. Le premier exercice. À compléter les phrases suivantes par ce qui convient. Donc, on va dire les phrases. Un objet peut être fabriqué à partir de différents chenons. واحد الجسم كيمكن لي نصنعو انطلاقا من المجموعة ديال تري بيان المواد ديفيرون ماتيريو. Ainsi qu'un matériau, un matériau, permet de fabriquer un ou plusieurs objets. Le est le seul métal qui est attiré par l'aimant. C'est le fer. Le est le seul métal, qui est caractérisé par sa couleur rouge brique ou la rouge orange. Je connais le filis, c'est le cuivre et le nuhas. Les métaux, le filisette, sont des conducteurs d'électricité ou la chaleur. L'électricité est de chaleur, oui. Les verres, zujej, sont des mauvais conducteurs de la chaleur et isolant, azilin dialash dial karaba, l'électricité. Répondre par vrai ou faux.
Le fer est un objet de couleur grise. زجاج عنده لون غري رمادي ولكن واش هو اوبجي؟ لا سي تان ميتال دونك سي فو تان ماتيريو ماشي اوبجي. لو زنك اي تان ميتال دو كولور غريز دونك زنك ميتا ماتيريو لحدو ماتيريو ايه كولور غريز دونك هادي سي فري. Le carton est un objet. Non, le carton est un matériau. C'est faux. Le plastique, là, le zinc est le plus lourd que l'aluminium. Le zinc, fahoua, khfif, ala, l'aluminium. Tqil, mashi khfif, tqil ala l'aluminium, donc c'est vrai. L'aluminium, c'est le plus léger. Le plastique est un matériau organique. Le plastique, mais maintenant, oui, c'est vrai. Classer les objets et les matériaux suivants. Moi, on dit objet, on dit matériaux, on dit SM, on dit mawet. Le fer, matériau. Le bois. Chaise, objet, kursi. Bouteille, objet, qinina ou la qra. Bouteille. L'argile, tain, matériau. Clou, msmar. Stylo. Crayon. Cartable. Plastique. Zujej, le verre. Relier chaque matériau avec sa famille correspondante. On dit matériaux métalliques, organiques, céramiques. Qu'il y a des matériaux céramiques, filisiers. Donc le cuivre métallique, filis. Le papier, l'ouarak, odoui. L'aluminium, filiz, zujej, céramique, diamant, céramique, plastique, organique, aujourd'hui. Le cuir, odoué, organique. L'argile, céramique. Aqlou afakoum. D'accord. Là, il y a les matériaux, la famille de matériaux, la famille. On dit trois, métallique, organique et céramique. On passe au deuxième exercice. Hamid trouvait trois morceaux de plastique. A ou B ou C. Il y a trois plastique. Il désirait connaître de quel type s'agit-il. Par plastique. Pour cela, elle a réalisé cette expérience pour les identifier. Il a mis les trois types de plastique dans deux béchers. L'un contient de l'eau douce, numéro 1, donc hada l'adb, ou hada l'malih. Aider Hamid, donc Aoun Hamid, a attribué les noms et les symboles et les codes des plastiques A, B, C. Donc, le nom, le nom de plastique, ou le rams dialhum, ou le code dialhum, les codes. Donc, A, je connais le diatfo filma l'adb, je connais le PE. Donc, je nous ismo polyéthylène. Symbole dialo PE. Ou le code dialo 02. Benisbel B. B. Je coule le dilayat fou filma l'adb. Ou yat fou
فوق الماء المالح هو الـ PS بوليستيرين. الرمز سامبول PS والكود ديالو 06. سي اللي ما كيطفوش لا في الماء العذب لا في الماء المالح، دونك هو البي في سي اللي هو بوليكلورور دو فين. عقلو كيفاش كيتكتبوا هادو، تحققوا من عندكم. اللي هو البي في سي والكود ديالو 03. داكور. قالك دوني دو بروبريتي فيزيك كومون انتر لي ماتيير بلاستيك. المواد البلاستيكيه عطيني جوج ديال الخصائص مشتركه بيناتهم، جوج الحاجات خصكم تكونوا عارفينها، عازلين للكهرباء وعازلين للحراره. دونك اول حاجه ils sont isolants électriques. ثاني حاجة ils sont isolants thermiques. داكور. قال لك كو سينيفي لو تريانغل دون لو سامبول دو بلاستيك، شنو كيعني ليا هاد المثلث اللي كيكون في الرمز ديال البلاستيك. دونك هاد الرمز هذا اش كي يعني لي انه قابل لإعادة التدوير. دونك il signifie que le plastique est recyclable. قابل لإعادة التدوير، يعني البلاستيك نقدروا نعاودو نعجنوه ونعاودو نعملو به أجسام أخرى. تخوازيام إكزارسيس قالك سلمى أ ريكوبيري تخوا فيل ميتاليك دو ميم ديامتر إي دو ميم لونغور. دونك عندها ثلاثة ديال الأسلاك فيليزية لي سماتهم أ و بي و سي. سي فيل سون فابريكي سوا أون فير، تعطاو واحد فيهم بالحديد، واحد فيهم ألمنيوم، واحد فيهم نحاس. Pour les identifier, elle a fait les observations suivantes. Contrairement aux fils C, les fils A et B ne sont pas attirés par les mots. Ah, قالك على عكس C. A ou B, ما كيجذبهمش المغناطيس. Donc, c'est quoi غيجذبو المغناطيس. Donc, شمن نوع هو le fer. Donc, نعمل A, B, C. Donc, C. Donc le fer. A est de la couleur rouge brique. شكون هو الفيليز اللي اللون ديالو روج بريك؟ سي لو كويفر. Le fil B est beaucoup plus léger. شكون هو اخف واحد؟ هو الالومنيوم. دابا مليح حددنا ونشوفوا السؤال. Identifier le métal dont est fait chacun des fils en justifiant ton choix. علي جوابك. هذا كويفر باش عرفتيه، هذا الومنيوم باش عرفتيه، وهذا لو فيغ باش عرفتيه. دونك لو كويفر اللون ديالو اي روج بريك، ياك؟ باش عرفنا الالومنيوم لو بلو ليجي، باش عرفنا لو فير اتيري باغ ان نيمو، كينجذب المغناطيس باغ ان نيمو. قالك دوني دو بروبريتي فيزيك كومون انتر لي ميتو. بالنسبه للي ميتو الفيليزات، عطيني جوج الخصائص مشتركه بيناتهم. الفيليزات كنعرفوهم انهم موصلين لي لهذا الكهرباء وموصلين للحرارة. دونك ils sont des conducteurs électriques ou ils sont
des conducteurs thermiques. D'accord? يلا فوالا دونك بهذا كنكونو سالينا الفيديو ديالنا. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لا سيري. بالتوفيق لكم جميعا. نتلاقاو فيديو قبيله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الانوار عليكم جميعا. جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. دونك هاد الفيديو طبعا سي بور لي 3 اسي ماتيير فيزيك اي شيمي. جبت لكم واحد لا سيري خطيره داكور. اون سيري ديكزيرسيس بالنسبه للبروميير كور. بالنسبه للدرس الاول ديجا كاين في القناه. تفرجوه وعاودوا وعاودوا وعاودوا. لاباج ديال اولا الجروب ديال التليجرام كنحط لكم فيه بعض الخطاطات بعض الجداول داكشي تحفظ داكور. والا ما فهمتوش اي حاجه تناقشوا معايا في الخاص في في التليجرام باش نعاونكم في اي حاجه قديت عليها. دونك هاد لا سيري ديكزيرسيس لاحظوا معايا شحال من تمرين. ساعتين وانا تنخدم فيها. دونك عندي الورقه الاولى فيها 5 اكزيرسيس. الورقه الثانيه فيها 3 اكزيرسيس. الورقه الثالثه فيها 2 اكزيرسيس. والورقه الرابعه فيها dernier exercice. دونك عندي 11 اكزيرسيس داكور. عندي 11 التمارين غنتعرفوا عليهم. يلا نبداو على بركه الله. منها نديروا مراجعه شامله للكور. منها نعرفوا نخدموا التمارين ونبداو على بركه الله. ولكن قبل عافاكم اللي باقي ما مشتركش في القناه يعمل ابوني داكور. اللي عنده ديك سابوني بالزرق يعرف راسو راه باقي ما مابونيش. دونك عملوا ابوني وعملوا الجرس باش يبقى يوصلكم النوتيفيكاسيون اي حاجه حطيتها ولا اي فيديو حطيته يبقى يوصلكم. وخليو لايك الفيديو باش يتشاف. عرفتي شحال دابا غادي انا عارفه شحال غادي ندوس في هذا الفيديو هذا ديال الشرح. وهبطوا التعاليق كتبوا لي تعاليقكم التحفيزيه اولا المحفزه. انا كتحفزني بزاف وكنقرا باشكم تعرفوا انني كنقرا لي ميساج ديالكم واحد بواحد. يلا نبداو على بركه الله. دونك ماتيريو دو نوتغ في هو الدرس الاولاني. نبداو بسم الله. دونك بالنسبه للبروميير اكزرسيس لاحظوا معايا طبعا غادي نخليها لكم في غادي تكون في التليجرام داكور. غادي تكون في التليجرام والا كان الرابط ديالها غنخليها لكم تحت الفيديو. المهم امبريميوها ديروا محاوله خدموها وابري شوفوا معايا التصحيح. اللي ما قادرش يدير هذه المساله سكرينيها نتوما سكرينيو خدموا وابري رجعوا اولا خدموا غير بعينيكم. يلا بروميير اكزرسيس قال كومبليتي لي فراز اون يوتيليزون لي مو سويفون. دونك اتميم الجدول باستعمال هاد جوج كلمات اوبجي ماتيريو. يا اما اوبجي يا اما مفرده اولا الجمع زيد لا اس. ماتيريو مفرد راه ماتيريو بلا اكس. بلوريال غادي دلو اكس. شوف الفرق ما بين اوبجي وماتيريو. دونك اوبجي هو الجسم ماتيريو هما المواد. مزيان. دونك ان بوتيتر فابريكي ا بارتير دو ديفيرون. مزيان. دونك واحد الجسم ان اوبجي يمكنني نصنعو انطلاقا من العديد ماياش من العديد ديال لي ماتيريو ديفيرون. دونك هيا اس ماتيريو فوالا. D'accord. Il y a trois classes principales des d'ithlètes d'iel mjmouat d'iel d'iel les matériaux. Qu'na, شنو ما هاد لي 3 كلاس؟ عندي le verre, plastique et les métaux, le filisette. عندي الزجاج, le plastique ou le filisette. C'est l'انواع ديال المواد. Une bouteille, قرعة, est un شنو واش هو اوبجي ولا ماتيريو؟ طبعا اوبجي ايتان اوبجي قنينه كي بوتيتر فابريكي ا بارتير دان. يمكن لها تصنع انطلاقا من شنو من ماتيريو تلكو لو فير بحال مثلا الزجاج. دونك ان ان ماتيريو واحد الماده. اون بواط دومبالاج دونك علبه ديال التخزين d'emballage ou la mouille l'emballage est un donc une boîte est un chenot est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs les matériaux. Le verre zoujège est un
ماتيريو. اوتيليزي كيتستعمل باش نصنعو دي زوبجي اجسام تيل كو بحالاش بحال لي بوتي يعني بحال القنينات. دوزيام اكزارسيس ديستانغي انتر اوبجي اي ماتيريو. مزيان لاحظوا معايا عندي هنايا ان فيغ وعندي لو فيغ. يلا دونك ان فيغ هو كاس. كاس سي ان اوبجي. ان فيغ ريغل مسطره. لو فيغ زجاج ماتيريال ماتيريو. روبيني دونك روبيني. لين دونك لين هو صوف دونك سي ماتيريو اللي كيمكن لي نستعمل به فيه بزاف الحاجات. بولي ايتيلين هو نوع من البلاستيك فهو ماتيريو. فواتور اوبجي. فورشيت اوبجي. فنتر اوسي ان اوبجي. بي في سي نوع ديال البلاستيك. كويفر النحاس ماتيريو. بلاستيك ماتيريو. مزيانين يلا اون باس. ثالثيام اكزرسيس سولين لا بون ريبونس يعني سطر على الجواب الصحيح. لا بوتوي ايتان القنينه ايتان اوبجي. فابريكي افيك دو فيغ كي اي ان دونك لو فيغ ايتان ماتيريو الزجاج. Pour distinguer les différentes sortes de plastique, on les fait brûler ou la flotter. Donc, le plastique, باش نشوفو يعني الانواع ديالو واش brûlé واش نحرقوه او لا نشوفو واش يطفو او لا. J'appelle قطعت المهم فين بقيت. قالك بور ديستانغي لي ديفيرونت سورت دو بلاستيك اون لي في باش نعرفو الانواع ديال البلاستيك شنو كنديرو واش كنحرقوه اولا كنشوفو كنعملو تجربه ديال الطفو. كاينين كاين تيب ديال البلاستيك كي سو فلوت اولا كي فلوت فوق الماء العذب وكاين لي يطفو فوق الماء المالح ديجا كاين في الكور. زانغ الوغ سون دي ماتيريو واش اورغانيك اولا ميتاليك. دونك الزنك والذهب سون دي ماتيريو كيف عاملين عقلوا عليها ميتاليك. الميتال يعني شنو قلنا لي ميتو يعني مشات لي الكلمه. قلنا البلاستيك لو فيغ يعني مشات لي الكلمه. دونك لو كوتون القطن ايت اون ماتيير اورغانيك او لا ميتاليك. دونك ردوا البال القطن فهو ماده عضويه اورغانيك ماشي ميتاليك. عقلوا على هذه المعلومات. اون سيبار لي ماتيريو اون فير اون يوتيليزون ان تري ميكانيك او لا تري مانيتيك. كنفرقوا ما بين لي ماتيريو اون فير ديال الحديد كنستعملو لو تري ميكانيك او لا مانيتيك. النحا المغناطيس تري ان تري مانيتيك داكور. دونك اون باس سانكيام اكزارسيس. قالك غوليي باغ اون فلاش شاك ماتيريو ا سي بروبريتي. كل ماتيريو بالبروبريتي ديالو بالخاصيه ديالو. عندي الالومنيوم البلاستيك لو فيغ اي لو كارطون. اوباك اي بيرميابل شكون هو اللي معتم وكيسمح بمرور الماء فهو الكارطون. مزيان. كوندكتور دي الكتريسيتي موصل ديال الكهرباء. موصل ديال الكهرباء شكون هو؟ هو الالومنيوم. ليجي اي امبيرميابل خفيف ولا يسمح بمرور الماء شكون هو؟ هو البلاستيك. كسابل قابل للكسر اللي كيتهرس بسهوله شكون هو؟ لو فيغ. مزيان. دونك 5 اكزرسيس كي سويج من انا
عجبني هذا السؤال. 80 من انا؟ دونك جو سوي ان ميتال، فانا واحد الميتال ياك. غري جو دوفيان اورانج، كنرجع برتقالي. لوغسكو جو سوي دوغ ا لير هوميد، جو سوي اتيري بار ليمون. فانا كن نجذب للمغناطيس. شفتو هما كيعطيو بزاف الاشارات. الاشاره اللي ساهله هنا هو جو سوي اتيري بار ليمون، كنجذب بالمغناطيس. دونك شكون هو؟ لو فير. جو سوي ان ميتال، فانا عاود واحد الميتال ياك. كي اكسبوزي ا لو هوميد سو ريكوفر دو فير دو غري. Quand je suis décapée, ma couleur est rouge orangé. Excusez-moi, je suis atastogite. Donc rouge orangé. Je coule les quatre et j'ai long dialogue rouge orangé. C'est le cuivre. Je suis un métal. Quel est le métal? Blanc, bien. Argenté. Le plus léger. أخف واحد ديال لي ميتو. جو ريزيست على ريميد كي جوي كي سويج. دونك شكون لي أخف واحد؟ سي لالومنيوم. مزيانين، اون باس. بالنسبة لسيزيام اكزارسيس قال كوشي لا بون ريبونس. مزيان، عندك هنايا بليزيوغ شوا و كتختار. لالومنيوم ابارتيان ا لا فامي ديل. دونك لالومنيوم واش من المجموعة ديال السيراميك او لا لي ميتو او لا اورغانيك؟ طبعا لي ميتو. الفيليزات، يعني انا عاد عقلت على الكلمة الفيليزات. لو كوتون، القطن، ردوا البال، واش هو مينيغي او لا ميتال او لا اون ماتيغ اورغانيك؟ دونك لو كوتون ايت اون ماتيغ اورغانيك، ماده عضويه. لي ماتيغ بلاستيك، المواد البلاستيكيه، كوندويز لو كورون الكتريك، يسمحوا بمرور يعني موصلين للكهرباء؟ لا، نو كوندويز با، لا يسمحوا بمرور. peuvent être conducteurs ou isolants d'électricité. pour distinguer le fer de l'aluminium، باش نفرق ما بين الالومنيوم ولو فير. اون لي انسير دون ان سيركوي الكتريك، اون لو رابروش ان نيمو. هذا هو صحيح، كنقربوه من المغناطيس. لو فير غينجذب المغناطيس، باغ كونتخ الالومنيوم لا. داكوغ. Parmi les matériaux organiques qu'on utilise, donc les matériaux organiques, on dit l'acier, le porcelaine ou le plastique, on dit juge, on dit le porcelaine ou le plastique. Les rayons arsenés là, le porcelaine, je ne vois, ou le khazaf. Voilà. Bon, le septième exercice, là, on met trois types de plastique. Voilà, on dit le PVC, on dit le PS, on dit le PE. Dans deux béchers, le premier contient de l'eau douce. Donc, هذا البشر هذا فيه الماء العذب. Et l'autre de l'eau salée. Ou هذا البشر هذا فيه l'eau salée, الماء المالح. مزيان. Quel est le nom symétrique des matières A, B, C? Donc, A شنو يكون اسمه؟ ou B شنو يكون اسمه؟ ou C شنو يكون اسمه؟ Donc, لاحظوا الماء العذب A يطفو. يطفو في الماء العذب والماء المالح. دونك شكون هو النوع ديال البلاستيك الذي يطفو فوق الماء المالح ويطفو فوق الماء العذب؟ يلا شكون؟ دونك بي او. داكور. بالنسبه لبي، شكون هو بي الذي يطفو فوق الماء المالح ولا يطفو فوق الماء العذب؟ البي اس. وشكون هو النوع ديال البلاستيك الذي لا يطفو لا في الماء المالح ولا في الماء العذب؟ ها هو السي سي دائما لتحت. دونك شكون هو؟ بي في سي. عقلوا عليها مزيان. كيل ماتيير كونستيتو لو بوشون دون بوتي؟ دونك الغلاقه ديال القرعه، شمن ماتيير كتكون فيها؟ دونك هو البي او تي. عقلوا عليه، البي او تي. بوليتيريفالات اسمو، بوليتيريفالات ديتيلين.
المهم هادي تعرفوها كثقافة عامة وصافي. دونك بي او تي سيتي دو بروبريتي كومون اونتر بي في سي بي اس اي بي او. لي بروبريتي كومون هما الخصائص المشتركة. عطيوني جوج ديال الصفات او جوج ديال الخصائص المشتركة ما بين ا و بي و سي. اول حاجة دي زيزولون الكتريك ياك عازلين كهرباء بالكهرباء ما كيوصلوش الكهرباء بثلاثة بهم. دونك دي ايزولون الكتريك. ثاني حاجه فراجيل اي فليكسيبل. فراجيل اي فليكسيبل. فليكسيبل يعني المرونه كي يمكن لهم يتطواو بلا ما يتقرطوا. الفراجيل يعني ضعافين. بالنسبه لويتيام اكزرسيس قالك ريبوندغ او كيسيون. دونك ان فيل دو كونيكسيون ياك وعندي واحد الخيط الخيط ديال الكونيكسيون اي كونستيتي دو دو ماتيريو. عنده جوج ديال الماتيريال عنده ا و بي. لا فيغور 50 ريبريزونت اون كوب اغروندي دو سو فيل مقطع مكبر ديال هذا الخيط. كيل اي لا كولور دو ماتيريو ا. دونك هذا باش شنو غادي يكون؟ غادي يكون روج بريك لانه لو كويفر النحاس روج بريك معروفه الخيوطه كيكون النحاس من الداخل. ا كيل فامي ابارتيان لا بروبريتي الكتريك. دونك لا فامي ديال دونك شكون هو لا فامي ديال دونك لا فامي دي ميتو ديال الفيليزات. وي لا بغيت نبين راسي بلي راني فاهم نحدد له حتى النوع شكون هو سي لو كويفر النحاس. جوستيفي لوتيليزاسيون دو ماتوريو. دونك هاد بي هذا علاش كنستعملوه؟ دونك شنو اصلا شنو غيكون هذا؟ غادي يكون بلاستيك. وعلاش عملناه؟ باش ما باش 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 اذا قسنا الخيط لو فيل ما ضربناش الضو. داكوغ اي سلك اي خيط نوريكم عندي ما حدايا حتى شي خيط الشارجور دو التليفون هذا علاش البلاستيك كيديروه ايزولون الكتريك باش ما يقس باش ما يضربناش الضو. دونك ايزولون الكتريك. وحتى الا قالك شنو النوع ديالو قولو البلاستيك. دونك دائما الخيط هذا كيكون النحاس لو كويفر وهذا كيكون البلاستيك. اون بغول لاحظوا معايا كنحرقوا لو ماتيريو بي. لا فلام اي دو كولور فيرت. لا فلام لا فلام يعني مي كنحرقوا هذاك اللهب كيخرج ليا خضر. كيلي لو نون دو سو ماتيريو. دونك شكون اللي غادي يكون بي في سي. مزيانين ندوزو. دونك نوفيام اكزرسيس répondre aux questions. طبعاً سليم a trouvé un objet métallique. لقى واحد هذا ديال الفيليزات. pour savoir quelle est sa nature بغى يعرف شنو الطبيعة ديال داك الفيليز اللي لقى. il a réalisé les expériences suivantes. دونك مين بان لك هكذا وهكذا عرف انني يعني التجربة كتعلق بالكتلة الحجمية. quel est le volume du morceau de métal. volume دونك v كتساوي الفوليوم. لاحظوا نديرو هادي ناقص هذا ياك. دونك هذا شحال غيكون؟ 80 مليلتر. غنقص منو هذا شحال؟ 66 مليلتر. غادي يعطينا 14 مليلتر. كيلي سا ماس. لا ماس شحال؟ هاهي 160 غرام فاصلة جوج. ايدونتيفي لو ميتال باغمي سي. دونك هنايا لا ماس فوليوميك غو. دونك حنايا غو لا ماس فوليوميك هي لا ماس سور الفوليوم. لا ماس شحال؟ هي 160 فاصله 2 غرام على الفوليوم شحال 14 المليلتر. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 11.4 غرام بار مليلتر اولا غرام بار سنتيمتر كوب. دونك لاحظوا معايا 11.4 11. دونك بلومب. دونك شنو هو البلومب؟ هو الرصاص. وردوا البال مزيان لهاد التمرين كيتحط بزاف. اكزرسيس نيميرو 10 كومبليتي لورغانيغرام سويفون. دونك تيست دو كولور. دو كيل كولور اي لو ميتال. دونك كاين واحد الاختبار ديال الكولور الميتال. الا كان جون فهو شكون؟ الذهب. الا كان روج اورانجي شكون؟ النحاس. الا كان غري دونك تيست دو كولور ما غاديش يقضي فيهم. غنعمل واحد تيست اخر ديال ليمون ديال المغناطيس. ايتيل اتيري باغ ان ليمون؟ وي الا نجذب المغناطيس شكون غيكون
ش... باردون شكون غادي يكون؟ لو فار، الحديد. الا ما تيغاش هذا المغناطيس، كاين تيست اخر ديال لا ماس فوليوميك. شكون هو بلو لو موين دونس؟ هو الالومنيوم، اخف واحد. لو بلو دونس، اثقل واحد شكون هو؟ شكون لو بلو دونس؟ سي الزنك. داكوغ، اون باس. دونك ديك ديرني اكزيرسيس، واخيرا واخيرا قال لك ريبوندغ او كيسيون، ريبوندغ باغ فغي او فون ان ميتون اون كخوا. داكوغ، دونك لي زوبجي انترفيان دون لا كومبوزيسيون دي ميتون. Les objets interviennent dans la composition les matériaux, donc c'est faux. Le terme matériau correspond au pluriel de matériel. Là, le pluriel de matériau, le pluriel de matériau, bla x. Le coton est un métal. Le coton, c'est un métal. Non, matière organique. La matière plastique est recyclable. Vrai. Le matériau plastique est capable d'être réutilisé ou capable d'être réutilisé. Parmi les matières organiques, on trouve le porcelaine. Les matières, voilà, les matières organiques, qui est le porcelaine ou le qu'on dit le khazaf. Donc c'est vrai. PET se courbe dans l'eau bouillante. Là. PS est insoluble dans l'acétone. C'est faux. Qui est double ouf l'acétone. Dernier. Baki juge. Complétez le tableau ci-dessous par les mots suivants. Quelques-uns, oui ou bien non. On dit le verre, plastique, métaux. Donc, conductivité électrique. Bnisbal le verre, rare mosel. Plastique, rare mosel. Le matériau, oui. Mosel caraba. Conductivité thermique. Le verre, non. Le plastique, non. Les métaux, oui. Résiste au choc. Yani yuqawim sadamat. Le verre, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Plastique, oui. Les métaux, oui. Bensba, perméable au liquide. Yismah binafa diyet as-sawa'il. Le verre. Non. Plastique. Non. Les métaux. Non. Recyclable. قابل لإعادة التدوير. ثلاثة بهم قابلين لإعادة التصنيع. Malléable. Le verre. Non. Plastique. Oui. Les métaux. Oui. Transparent. شفاف. Le verre. نقدر نعمل quelques-uns ou la oui لان كاين داك لو فير لي محدب هذاك ترانسليسيد. بالنسبه للترانسبارون البلاستيك نقدر نعمل quelques-uns بعد منهم. لي ميتو نو. ترانسليسيد نصف شفاف. لو فير quelques-uns. البلاستيك نو. Métaux, non. Opaque, moitié. Le verre, là. Plastique, là. Ou les métaux, oui. Relié, chaque matériau a sa caractéristique ou ses caractéristiques. On dit le verre. Plastique, on dit le fer. Imperméable. La yesbah bi moror. Donc, c'est la yesbah bi moror. On dit le plastique. On dit le verre. Le fer, le hadid, c'est le fer. Sensible à la chaleur, cesse le srounia, c'est le fer. Sensible au choc, c'est le fer. Conserve le goût, qui haft lié à la madak, plastique. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que nous.
يكون هادشي مفهوم. بالتوفيق لكم جميعا، تلقوا فيديو قبيله ان شاء الله دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بالجميع، جيسبر تكونوا بخير دوسو نهار زوين. فوالا دونك هاد الفيديو سي بوغ لي 3 اسي ماتيير فيزيك داكوغ. بالنسبه للبرومي كور ديال كلكو اكزامبل ديال لي ماتيريو اي لي زوبجي، جبت لكم واحد لا سيري داكوغ، نخدموا هاد لا سيري نشوفوا شنو الحاجات المهمين، شنو اللي خاصكم تعرفوا، ونبداو على بركه الله. قبل عفاكم غنبغي نذكركم تخليو جيم الفيديو وردوا التعليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وصحباتكم ديال القسم، وبالتوفيق للجميع. دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه للبرومي اكزيرسيس قال لك غوليي بار فلاش داكوغ، سي البخط. دونك عندي لو فيغ، لاليمينيوم، الزنك، اي لو كويفر. ردوا البال مزيان لهاد لي ميتو، هاد الفيليزات داكوغ. دونك عندي الحديد، الالومنيوم، الزنك، والنحاس. دونك بلو ليجير اللي هو خفيف، كولور روج بريك اللي عندو لون احمر غادي البرتقالي. تمبيراتور دو فيزيون انفيريور، يعني درجه الحراره ديال الانصهار منخفضه. اتيري بار ليمون اللي كاين جاذب ليا من طرف المغناطيس داكو. اتيري بار ليمون كنجي داب من طرف ليمون، راه هو المغناطيس. دونك اللي كنعرفو شكون هو اللي كيجذب المغناطيس هو الحديد. مزيان. شكون اللي كيكون بلو ليجير؟ لي بلو ليجير سي الالومنيوم. كولور روج بريك، شكون اللي عندو هاديك الكولور روج بريك؟ سي لو كويفر، هادو خاصهم يتحفظو. Température de fusion inférieure, c'est le zinc. Donc, بالنسبة لدوزيام اكزارسيس قال كلاسي لي كور سويفون دون لو تابلو. دونك عندي هنايا لي كور اجسام. دونك الاجسام كيتقسمو ليا لنوعين، كاينين لي زوبجي وكاينين لي ماتيريو. كاينين الاجسام لي زوبجي الاشياء، وكاينين المواد. دونك لو فير الحديد فهو مادة، فيغ الزجاج فهو مادة، بيبيتي هذا نوع ديال البلاستيك فهو مادة، كانيت كانيتا ديال المناضة، دونك سيت ان اوبجي، غيغل مسطرة اوبجي، سيراميك دونك سيراميك هو ماتيريو. بالنسبة للتخوازيام اكزارسيس قالك انديكي كيلكو تيست بور ديستينغي انتر لي ديفيرون تيب دو بلاستيك. قالك يعني حدد ليا بعد الاختبارات كنعملو دي تيست، علاش؟ باش كنميزو ما بين مختلف الانواع ديال البلاستيك، حيت كيف ما شفنا في الكور ان البلاستيك انواع. داكوغ. دونك عندي البي اس، بي او، بي بي، بي في سي، و بي او تي. دونك بالنسبة للبي اس باش كنعرفوه بتيست دو فلوتابيليتي و تيست دو لاسيتون. بالنسبة نكتب عاد نشرح هادشي عفاكم يتحفظ، دو فلوتابيليتي بلوس تيست دو لاسيتون. دونك الاختبار ديال الطفو يعني مي كنعملوه في الماء واش يطفو او لا لا، والتيست دو لاسيتون. دونك لاسيتون هو واحد المحلول حمضي داكوغ، مي كنشوفو واش كيدوب او لا لا في لاسيتون. بالنسبه للبي او نفس الشيء، حتى هو كنعملو الاختبار ديال التيست دو فلوتابيليتي. هاد البي بي ما عرفت ما لقيتش اش من تيست عنده. دونك الا عندكم في الكور بي بي باش كنعرفوه خليوه لي في لي كومونتير. بالنسبه للبي في سي، دونك بي في سي اش من تيست كنعملو له؟ كنعملو له تيست دو لا كولور دو فلام، يعني مي كنحرقوه كيعطيني واحد اللون معين باش كنعرفو انه بي في سي. تيست دو
de la couleur, pardon, de flamme. بالنسبة ل PET, donc PET, test de retraction. هادشي عافاكم يتحفظ. Voilà. Donc, بالنسبة ل 5, ال 4e, pardon, 4e exercice, comment reconnaître, كيفاش كيمكننا نعرفو l'aluminium, zinc, le fer, le cuivre, le plastique et le verre. Voir. كيفاش بعدا كيمكن لي l'aluminium, donc l'aluminium كيرجع لي, donc devient blanc, كيرجع بيض. وتاني حاجة هو c'est le plus léger, هو الأخف فيهم. مزيان. أو لا le moins dense. الزنك, الزنك باش كنعرفوه باللون ديالو اللي هو غري تيرم. لو فير, الحديد, باش كنعرفوه انه كينجذب للمغناطيس, دونك اي اتيري بار ان ايمون. بالنسبه لو كويفر, باش كنعرفوه بلا كولور اللي كتولي روج اورانجي. لو بلاستيك, البلاستيك باش كنعرفوه بلي ايزولون الكتريك, ما كيدوش ليا الضو. إلكتريك. لو فير, الزاج, باش كنعرفوه كذلك ايزولون, ما كيدوش ليا الضو. إلكتريك. وكيتهرس دغيا, فراجيل, يعني سو كاس فاسيلمون. هادشي كامل شفناه في الكور. داكور. بالنسبه للسانكيم اكزرسيس اللي صراحه حتى هاد الطابلو هذا مهم بزاف وخاصو انه يتحفظ. داكور. دونك هنا عاملين لكم الماتيريو اللي عندي, لو فير, بلاستيك, لي ميتو. هنا ديجا شفنا في الكور ان لي ماتيريو سو كومبوز اون 3 بارتي, كينقسموا ليا ثلاثه ديال الانواع. عندي لو فير, لو بلاستيك اي لي ميتو, الزجاج, البلاستيك والفلزات. كل حاجه عندها لي بروبريتي ديالها, الخصائص ديالها باش كيتميز. يا اما كوندكتيفيتي الكتريك, يعني موصل كهربائي, كوندكتيفيتي تيرميك, موصل حراري, ريزيست او شوك, مقاوم للصدمات, يعني ما كيتهرش دغيا, رياجي افيك سي كومبوزون, يعني يتفاعل مع المكونات ديالو, بيرميابل او ليكيد, يعني كي يسمح بمرور الماء, روسيكلابل, قابل للتدوير او لا قابل لاعاده التصنيع, مالياب عندي يا اما لوغ او لا ليجي, يعني خفيف يا ثقيل يا خفيف, ديفورمابل يعني كيديفورما, كيتغير الشكل ديالو. بالنسبه لي بروبريتي اوبتيك, بالنسبه للخصائص المرئيه او البصريه, لو فير في نظركم واش ترونسبارون, ترونسلوسيد او لا اوباك, يعني بمعنى واش شفاف, نصف شفاف او لا معتم. كذلك البلاستيك, كذلك لي ميتو. دونك نبداو على بركة الله. كوندكتيفيتي إلكتريك, موصل كهربائي. دونك شكون فيهم اللي موصل كهربائي؟ بالنسبة لو فيغ, إيزولون إلكتريك, يعني لا يسمح بمرور لا يسمح ب شنو الكهرباء, غير موصل عازل للكهرباء. البلاستيك كذلك, ايزولون الكتريك. بالنسبه للكفيليزات فهي موصله, كوندكتور الكتريك.
دونك بالنسبه للكوندكتيفيتي تيرميك الحراره، شكون اللي موصل الحراره شكون اللي لا؟ بالنسبه للزجاج موفي كوندكتور. بالنسبه للبلاستيك كذلك عازل حراري ايزولون تيرميك. بالنسبه للفلزات موصلين جيدين دونك بون كوندكتور. ريزيست او شوك مقاوم للصدمات دونك بالنسبه للفير كاسابل قابل للتكسير او للهرس، للهرس كنقولوا ما نعرف للتكسير. بالنسبه للبلاستيك وي يعني ما كيتهرش دغيا، وحتى لي ميتو ما كيتهرسوش دغيا. رياجي افيك سي كومبوزون يتفاعل مع المكونات ديالو. بالنسبه للفير لا، والبلاستيك والفلزات اه، هادو لي بروبريتي خاصهم يتحفظوا. بيرميابل او ليكيد اللي قلنا يسمحوا بهذا دونك طبعا لا، لا يسمح بمرور السوائل. البلاستيك كذلك والفلزات كذلك. مزيان. بالنسبه للغوسيكلاب يعني قابل لاعاده التدوير، طبعا لو فيغ الزاج كيمكن لي نعاود نعجنو ونعاود نعمل به شي حاجه اخرى دونك وي. البلاستيك اوسي، لي ميتو اوسي. مزيانه. بالنسبه للماليابل دونك اللي خصنا نعرفو على لو فيغ انه ريجيد، بالبلاستيك ماليابل، وحتى الميتو ماليابل. هلا بالنسبه لو فيغ واش لوغ او لا ليجي؟ معروف على انه لوغ. البلاستيك ليجي خفيف، والفلزات كيكونوا ثقالي. ديفورمابل يعني كيديفورماو الشكل ديالهم كيتغير. لو فيغ لا، بلاستيك وي، لي ميتو وي. دونك بالنسبه لو فيغ ترونسبارون، بالنسبه للبلاستيك اوباك، ولي ميتو اوباك. داكوغ دونك لي سالا معايا هاد لا سيري غادي نبغي نوريكم واحد الملخص ديال الفيزيك. فوالا دونك اون بو كلاسي لي ماتيريو اون تخوا غراند فامي كي سون. دونك يمكننا نكلاسيو يعني لي ماتيريو في تخوا، ها هي تخوا غراند فامي. شكون هما لي ميتو؟ قلنا هما الفلزات. لي ماتيير بلاستيك المواد البلاستيكيه، ولي فيغ اللي هما الزجاج. بروبريتي دي ماتيريو دونك خصائص ديال المواد. دونك بالنسبه يعني هذا هو اللي كان عندي في التمرين. شنو التمرين خدمناه الخامس. دونك بالنسبه لي فيغ فهو ايزولون ياك، بالنسبه كوندكتيفيتي الكتريك يعني التوصيل الكهربائي ايزولون، بالنسبه للكوندكتيفيتي دو لا شالور يعني التوصيل الحراري فيبل كوندكتور يعني موصل رديء. ريزيستانس او شوك مقاومه الصدمات يعني فراجيل كاسابل يعني ينكسر. رياكسيون افيك لي برودوي شيميك تفاعل مع المواد الكيميائيه دونك لا يتفاعل دونك نو رياجي با. بالنسبه للبلاستيك بالنسبه للكوندكتيفيتي الكتريك ايزولون لا يسمح ما كيوصلش الكهرباء. الكوندكتيفيتي دو لا شالور كذلك ما كيوصلش. ريزيستانس او شوك ريزيستون او شوك يقاوم الصدمات يعني ما كيتهرش. بالنسبه للرياكسيون ديالو مع لي برودوي شيميك كلكو بلاستيك رياجي، بعض البلاستيك يعني يتفاعل مع المواد الكيماويه. بالنسبه لي ميتو اللي هما شنو قلنا الفلزات. بالنسبه للكوندكتيفيتي الكتريك بون كوندكتور لان فيها الحديد وفيها النحاس فيها الزنك. داكوغ
بالنسبه للكوندكتيفيتي دو لا شالور بون كوندكتور كيوصلوا الحراره. ريزيستانس او شوك دونك ريزيستون او شوك يعني ما كيتهرسوش دغيا. بالنسبه للرياكسيون ديالهم مع لي برودوي شيميك دونك رياجي. نشوفوا الديستينكسيون انتر لي ميتو يعني كيفاش يمكننا نهضم كيفاش يمكننا نميزو ما بين الفلزات. دونك نون دو ميتال هنا خدينا اربعه ديال الانواع ديال الفلزات. عندنا لو كويفر النحاس لو فير الحديد الالومنيوم الالومنيوم والزنك. تيست دو لا كولور يعني عندي هنايا ثلاثه ديال الحاجات باش كنعرف نميز ما بين لي ميتو. اول حاجه تيست دو لا كولور عندي روج بريك تري مانيتيك يعني العزل المغناطيسي زعما واش 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 كينجذب للمغناطيس. لو كويفر لا نون اتيري و لا ماس فوليميك ديالو لاحظوا معايا شحال 8.9 وكيتميز انه هو الاثقل. لوغ لو كويفر راه هو الاثقل مزيان. بالنسبه لو فير لو فير الحديد دونك تيست دو لا كولور غريز تري مانيتيك اتيري بار ليمون ينجذب الى المغناطيس. بالنسبه للماس فوليميك ديالو هو 7.8. بالنسبه للالومنيوم الالومنيوم تيست دو لا كولور كيعطيني غريز. لاحظوا معايا يعني ملي كنعملو تيست دو كولور ثلاثه كيخرجوا غري اذا خرج واحد فيهم مختلف عرفوه لو كويفر فهمتوا. فوالا فين بقينا الالومنيوم. بالنسبه للتريمانيتيك طبعا نو اتيري و لا ماس فوليميك ديالو هو 2.7 وباش معروف انه ليجي هو الاخف. بالنسبه للزنك قلنا تيست دو لا كولور غريز تري مانيتيك نو اتيري لا ينجذب للمغناطيس. بالنسبه لا ماس فوليميك ديالو هي 7.13. فوالا اون باس ديستينكسيون انتر لي بلاستيك يعني كيفاش نعرفوا الانواع ديال البلاستيك. هنايا خدينا ثلاثه ديال الانواع بي او بي اس و بي في سي عفاكم عقلوا حتى على الاسماء الاسماء ديالهم خصهم يتحفظوا. دونك سون لوغو لوغو ديالهم او لا الرمز ديالهم ولا فهمتوا يعني بي او كتكون جوج اربعه سته بي اس و ثلاثه بي في سي هي اصلا كتكون مكتوبه تحت منها ماشي دائما كتكون مكتوبه وخاصهم خاصها تحفظ داكوغ. دونك فلوتابيليتي دون لو دوس عطفوا بالماء العذب يعني هاد النوع ديال البلاستيك واش كيطفو فوق الماء العذب. بالنسبه للبي او فلوت يطفو. بالنسبه للبي اس كول يعني لا يطفو. بالنسبه للبي في سي كول يعني كيهبط لتحت ما كيبقاش ليا فوق الماء. فلوتابيليتي دون لو سالير لاحظوا هنايا الطفو هنايا في الماء العذب وهنا الماء المالح. بالنسبه للبي او كيبقى الفوق فلوت. بي اس كذلك فلوت. بي في سي فلوت مزيان. دي سوليسيون دون لاسيتون ذوبان في الاسيتون قلنا داك المحلول الحامضي ياك كنشدو هاد الانواع هادو وكندوبو وكنحطوهم كنغرقوهم في لاسيتون كنشوفو. بالنسبه للبي او ما كيبقى له والو نو ديسو با ما كيدوبش. بالنسبه للبي اس سو ديسو دون لاسيتون يدوبو في الاسيتون. وبالنسبه للبي في سي نو ديسو با تيست دو لا فلام مي كنحرقوه اولا مي كنقربوا له واحد الشمعه ولا شعله ولا. دونك البي او كيعمل لي واحد الشعله صفراء فلام جون. البي اس فلام جون كذلك والبي في سي فلام فير. دونك بالنسبه للبي في سي كنعرفوا تيست دو لا فلام. بالنسبه للبي اس نعرفوا نعملوا له ديسوليسيون دون لاسيتون. وبالنسبه ياك بي في سي كذلك نعملو فلوتابيليتي دون لو سالي غادي نلقاوه انه كول. وبالنسبه لهذا البي او نعملو الفلوتابيليتي دون لو دوس فلوت.
دونك كل واحد شمن تيست اللي يمكن لي نعمل له باش نعرف الانواع ديالهم. دونك بهذا كنكونوا سالينا. شوفوا كيف جاكم الفيديو ديال اليوم. عملت لكم واحد لا سيري خفيفه ظريفه ومنها واحد موراها واحد الريزومي. كنتمنى نكون تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. دونك بالتوفيق لكم جميعا. تلاقوا فيديو قبيلة ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأنوار عليكم جميعا. جيسبيغ تكونوا بخير. ألوغ اليوم شنو كاين اليوم؟ اليوم واحد النهار اللي هو سبيسيال ومميز، لأن ما عرفتش أنا فاش كنت كنفكر وكيفاش فكرت وكيفاش احتقت لكم أنني خديت تحدي مع راسي 6 الفيديوز في النهار. أنا مسخوطة أنا. يلا نبداو على بركة الله. دونك الفيديو الاولاني شنو بغيت نعمل فيه؟ عندي دو كونترول ياك ديال الفيزيك، غادي نخدمو معاكم ديريكتومون من مور هاد الفيديو غيتحطو. قلت علاش جاتني واحد الفكرة نعملو واحد الفيديو فيه مراجعة شاملة الاستعداد للفرد الاولاني. بحال اللي انا جالسه معاك في الدار ياك، حداك جالسه يا فوق حدا الطبله ولا حدا البيرو ولا في المكان، وجالسه كنراجع معاك. دابا غنقول لك شنو اللي مهم، شنو اللي خصك تحفظ، ونفهمك بزاف ديال الحاجات بالنسبه للدرس الاول والدرس الثاني. صافي دابا غادي تشوفوا الفيرسون ديالي اولا تشوفوا واحد صورة مختلفة على ملي كنكون في اليوتيوب، لأنني ملي كيكونوا التلاميذ معايا كنكون كنشرح ماشي بحال اليوتيوب. دونك لاحظوا معايا كيفاش كنشرح. بالنسبة للكوغ الأولاني قلنا كلكو ماتيريو أو كوتيدان، بعض المواد في الحياة اليومية ديالنا. غنتعرفوا على لي ماتيريو. ملاحظة الأولى، لي ماتيريو ملي كتكون بإكس راها أون بلوريال، ولكن السنغولي ديالها المفرد ديالها شنو هو؟ ماشي ماتيريال. هاي معلومة جديدة، ماتيريو سون اكس، وعاقلوا على هادي، ماشي اي واحد يقدر يقولها. وهاد المعلومة باش عرفتها مهمة، شفتها في واحد الامتحان، عطاو واحد السؤال واش السنغولي ديال ماتيريو هو ماتيريال. دونك سي فو، لان السنغولي هو ماتيريو سون اكس. اوكي نبداو على بركة الله. ولكن قبل ما نبداو عافاكم خليو لايك الفيديو وربطو التعليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها. طبعا جلسوا في واحد البلاصه ترانكيل ساكتين، سدوا عليكم بيتكم ولا في اي بلاصه كنتو فيها وركزوا معايا. دونك اوبجي اي ماتيريو. دونك اول حاجه، و جو بونس كو صافي دابا نتوما هاد المساله يعني متمكنين منها، ديال الفرق ما بين اوبجي وماتيريو. شتي لاحظتوا ماتيريو سون اكس ماشي ماتيريال. دونك اون ابل ماتيريو توت ماتيير امبلويي على فابريكاسيون دي اوبجي. مزيان. دونك قال لك اون ابل ماتيريو، دونك شنو هو ماتيريو؟ توت مانيير توت ماتيير، اي ماده كنستعملوها باش نصنعو دي زوبجي اجسام. لي ماتيريو كي نوز انتور بوفت اتر كلاسي ا 3 غراند فامي. دونك لي ماتيريو ثلاثه ديال لي غروب اولا ثلاثه ديال لي فامي، ثلاثه ديال المجموعات. عندي لي ماتيريو ميتاليك اولا لي ميتال اللي هما الفلزات. عندي لي ماتيريو اورغانيك اللي هو بحالاش هادو ما عرفتش واش قريتوهم ولا لا. لي ماتيير لي ماتيريو اورغانيك اللي هما المواد العضويه، ولكن كنشوفها بزاف في الامتحانات. ولي ماتيريو سيراميك اللي هو السيراميك. داكوغ واخ. دونك لي ماتيريو ميتاليك اللي هما الفيليسات اكزومبل بحالاش بحال لو فير الحديد، لو كويفر النحاس، لالومنيوم والزنك. ديرا زيد لي ماتيريو اورغانيك. شكيعنيو لي ماتيريو اورغانيك؟ اي سو ديستينغ بار لور اوريجين ناتوريل، يعني كيتمي ال سو ديستينغ بار شنو؟ الاصول الطبيعيه ديالو. بحالاش لان، ميال، كوير الكوير، لو بوا الخشب، البابيي الورق، واندستريال اولا صناعي اللي هو البلاستيك. اون باس لي ماتيريو سيراميك،
اكزومبل بحايش دونك لي ماتيريو سيراميك بحال لو فيغ الزاج لا تيغ كويت البورسلين لو ماربر ان اوبجي بوت اتر فابريكي افير ديفيرون ماتيريو دونك طبعا واحد الجسم كيمكننا نصنعوه من مختلف المواد اي ان ماتيريو بيرمي دو فابريكي دي اوبجي ديفيرون فعلا واحد الماده كيمكن لي نصنع بها بزاف ديال الاجسام اكزامبل Le téléphone est un objet fabriqué avec le verre, le plastique et le cuivre. Donc, le téléphone, quand il est fait de zoujaj ou le plastique, il fait zoujaj ou le plastique ou fait le cuivre. D'accord? On passe. Donc, deuxième paragraphe, je ne fais distinction entre les matériaux par leurs propriétés. Propriété des métaux. Ah, de belles filisettes! غادي نعرفوا الخصائص لي بروبريتي هما الخصائص ديال الفلزات لي ميتو سون داليتا سوليد كوم اذا الفلزات في الحاله الصلبه بحالاش الالومنيوم لو كويفر ليتان لو فير نيكل بلومب عقلو زنك الكابالت وي المغنيسيوم لارجون لور هادو كاملين سو سون دي ميتو فيليزات داكور سوف لو ميركور زئبق كي سو تروف ا ليتا ليكيد ها دونك الزئبق كيكون في الحاله السائله لي ميتو زون دي بروبريتي كومون كوم عندهم الفيليزات عندهم خصائص مشتركه بحالاش كاين واحد التمرين في الفرد كيقول لك شنو هما عطيني دو بروبريتي كومون مشتركه بيناتهم اول حاجه كوندكسيون الكتريك توصيل كهربائي دونك توت لي ميتو كوندويز دو ليكتريسيتي جميع الفلزات كتوصل ليا الكهرباء لوغ اي لارجون اي لو كويفر سون لي بون كوندكتور دونك شكون هما موصلين الجيدين ديال الكهرباء عقلو الذهب فضه والنحاس Conduction thermique, توصيل الحراري. Tous les métaux conduisent de la chaleur. جميع الفلزات كي مروا ليا الحرارة. Malléable et aussi résistant au choc. مرنين ومقاومين للصدمات. يعني ما كيتهرسوش بسهولة. Remarque. شوفوا واش هاد remarque واش نحتاجوها. نو ماشي شي حاجه يلا دابا ملي سالينا من لي بروبريتي د ميتو شفتوا الخصائص ديال الفلزات شحال من حاجه كاينه اون باس لي بروبريتي دو فير الخاصيات ديالاش ديال الزجاج دونك لو فير اي اسونسيالمون فورمي دو سيليس اي سي او 2 كي سو تروف دون لو سابل لي يعني هو كي كان الزجاج كيتشكل ليا من السيليس اللي كيكون في الرمال مزيان Le verre a des propriétés communes suivantes. Donc, zoujage, un de khasa esmoucharaka, ma bin l'anoua de zoujage kamli. Isolant électrique à clos, fa houa, azi l'kahraba, zoujage ma kim rjlia l'kahraba. Faible conductivité de la chaleur transparent. Donc, un de wahed, yani moussel radi l'alharara. امبرميابل او غاز او ليكيد يعني لا يسمح بمرور الغازات والسوائل ريسيكلابل قابل لاعاده التدوير او لاعاده التصنيع يعني كيمكننا نعجنوا الزاج ونعملوا به حاجه اخرى ريزيست بيان ا دو نومبرو برودوي شيميك عقلوا على هاد البروبريتي كيقاوم ليا بعض المواد او لي برودوي المواد الكيميائيه مي فراجيل ولكن فراجيل يعني سو كاس فاسيلمون لور دان شوك يعني كيتهرس بسهوله اثناء واحد الاصطدام يعني كنطيحو ولا كي كيتزالح مع شي حاجه كيتهرس مزيان يلا ندوزو دابا لي بروبريتي ديالاش ديال البلاستيك شنو كنعرفو على الخاص شنو هما الخصائص ديال البلاستيك لو بلاستيك اي اون ماتيير سينتيتيك صناعيه فورمي بار لاندستري بتروشيمي كيتصنع ليا في المعامل ديال البترول ديال البترول الكيميائي ا دي بروبريتي كومون سويفون دونك شنو هما الخصائص المشتركه ما بين البلاستيك
إيزولون إلكتريك عقلو، فهو مقاوم كهربائي. ليجي خفيف، البلاستيك خفيف. امبيرميابل او غاز او ليكيد، لا يسمح بمرور بالنفاديه ديال الغازات والسوائل. ريسيكلابل، طبعا البلاستيك قابل لاعاده التدوير او لا قابل لاعاده التصنيع، بحكم انه شنو، بحكم كيمكن لي نعجنو عاود البلاستيك وكنصنع منه حاجه اخرى. نو رياجي با افيك دي نومبرو برودوي شيميك، ما كي نو رياجي با، ما كي المهم مشات لي بالعربيه، ما كي شنو، نو رياجي با افيك دو نومبرو برودوي شيميك. مي سون فلام اي دي فورم فاسيلمون، عقلو عليها، كي سون فلام يعني كتشعل فيه العافيه بسهوله، و كي دي فورما كذلك بسهوله. دونك اون باس، وصلنا دونك كيف ما قلنا البلاستيك، لاحظوا معايا هاد المواد، هاد لي زوبجي كاملين من البلاستيك. كاين عندي صندال بوتوي دو، دونك لي بوتوي كيتصنعوا من البلاستيك، تيسو او كورد، غوبلي او تيوب اونغان. دونك لاحظوا معايا الا هادو هما الانواع ديال البلاستيك. هنايا عاملين لكم خمسه ديال الانواع. دونك كاين بي او بوليتيلين، بي او تي بوليتيلين تريفتالات، بي بي بوليبروبيلين، و بي اس بوليستيرين، و بي في سي بوليكلورور دو فيم. داكور، يلا هون باس. دونك ديستينغ تخوازيام باراغراف، ديستينكسيون اونتر لي ماتيريو دو لا ميم فامي. دابا حنايا عرفنا ان لي زوبجي فيهم ثلاثه، ولا لي ماتيريو فيهم ثلاثه، لي ماتيريو باردون فيهم لي ميتو البلاستيك ولو فير. دابا نشدو ديك لي ميتو، كيفاش يمكن لي نعرف دابا كامل لي ميتو، كيفاش يمكن لي نعرف منهم شكون هو الذهب، شكون هو الفضه، شكون هو النحاس، شكون هو الحديد. داكا لي ميتو، دونك لي ميتو لي بلوز يوتيليزي دون نوتر في كوتيديان سون. دونك شنو هما الفلزات الاكثر استعمال في الحياه اليوميه؟ الحديد، الالومنيوم، النحاس، الزنك، الذهب والفضه. بور ديستينغي كلكو ماتيير ميتاليك اونتر ايل اون يوتيليز دي تيست سامبل، واخا شنو كنحتاجو؟ اختبارات بسيطه، ثلاثه ديال الاختبارات. عندي لا كولور، وعندي هذا البروبريتي مانيتيك يعني المغناطيس، وعندي تيست دو دونسيتي يعني يعني الكتله الحجميه. بالنسبه لا كولور، لو كويفر شمن لون عنده؟ اي ريكونيسابل غراس ا سا كولور، روج بريك، احمر اجوري، او لا روج اورانج، او لا روج اورانجي، ثلاثه ديال الاسماء عندها. اي لور، طبعا لور جون بريون يعني اصفر لامع. بالنسبه لي بروبريتي مانيتيك، شكون اللي كينجد من طرف المغناطيس؟ طبعا لو فير، دونك لو فير اي لو حتى الكوبالت عقلو، والنيكل سون اتيري بار لي مون. هما ثلاثه ديال ثلاثه الفلزات اللي كينجذبوا بالمغناطيس. بالنسبه لي شكون الاخف وشكون الاثقل، كنستعملوا بالتيست دو تونسيتي. دونك الالومنيوم رو يعني لا ماس فوليميك ديالو هي 2 غرام بار سنتيمتر كوب 7، اي موان دونس، دونك اخف واحد هو الالومنيوم، واثقل واحد هو لو فير، موان دونس كو لو فير. فوالا داكور. دونك لاحظوا، اسيد دارجون، دونك هذه الفضه، اسيد داليمينيوم، سينيا ديال الالومنيوم، اسيد دور هذه ديال الذهب، وهذه ديال لو كويفر النحاس. داكور. دونك كيف ما قلنا، هو النحاس هذا اللون ديالو احمر اجوري، دونك هذا الاصفر، الالومنيوم اخف واحد. فوالا اون باس البلاستيك. دونك البلاستيك كذلك فيه انواع كيف ما ديجا شفنا. هذا الطابلو يتحفظ، عملوا سكرين وكتبوه عندكم، تكتبوه بيديكم في واحد الوريقه، وانتم كدورو انتم كتقراو في ديك الوريقه حتى تحفظوه. دونك لو نون دو بلاستيك، شوفوا نتوما في دفتر الدروس ديالكم الاستاذ شحال حدد لكم من نوع. كاين اللي حدد، كاين اللي حط لهم خمسه كامله، كاين اللي حط له غير ثلاثه. دونك عندي بي او تي، بي اس، بي بي، بي في سي، اي بي او. بالنسبه للوغو، اللوغو هو واحد المثلث. دابا الى طلب منك في
قلت لكم الا طلب منكم تعملوا اللوغو ديال مثلا بي او تي. لاحظوا معايا شنو غندير. بي او تي الرقم ديالو هو 1، غنعمل سهم بحال هكذا، سهم بحال هكذا، وسهم بحال هكذا. داكوغ، دربوا على هاد المثلث. هو كاين 3 ديال الاسهم كيشكل ليا مثلث، دونك الرقم ديال بي او تي هو 1، البي اس 6، بي بي 5، بي في سي 3، والبي او كاين بي او جوج الانواع، كاين جوج وكاين 4. دونك تيست دو ريكونيسونس باش كنعرف هاد النوع ديال لي بلاستيك. بالنسبه للبي او تي، نو فلوت با سور لو دوس، كاملين. واحد اللي كيفلوت سور لو دوس هو بي او. عقلوا عليها، تقدروا تعقلوا عليها بحال هكذا. البي او النوع البلاستيك الوحيد الذي يطفو فوق الماء العذب، يطفو فوق الماء العذب، فلوت سور لو دوس. نو فلوت با سور لو سالي، دونك هذا يطفو وهذا يطفو وهذا يطفو. ثلاثة الأنواع ديال البلاستيك اللي كيطفو فوق الماء المالح، شكون هما؟ بي اس، بي بي، و بي او. مزيان. دونك هنا سنغول سو لافي دو لا شالور، نو سنغول با، هادي ما درتوهاش. واخ، عملتو تيست اخر ديال الذوبان في لاسيتون، نشوفو شكون اللي كيدوب وشكون اللي ما كيدوبش. نو سو ديسو با، دونك ما كي كاملين فيهم ما كيدوبوش في لاسيتون. بالنسبه للشعله، لاحظوا معايا، بالنسبه للبي في سي بغول افيك اون فلام فيرت، دونك ملي كنحرقوه كيعملنا واحد اللهب، شعله اللون ديالها خضراء، فهو البي في سي. داكوغ، لاحظوا معايا، باردون. دونك بالنسبه للبي اس هو بوحديتو اللي يطفو، اللي كيدوب في لاسيتون. داكوغ، كيدوب في لاسيتون. لاسيت فوالا، هو البي اس، عقلوا عليها. اي فوالا، دونك بهذا كنكونو سالينا الكور الاولاني، صافي يلا اون باس لدوزيام كور. دونك بالنسبه لدوزيام كور اللي هو لي ماتيريو اي ليكتريسيتي، يعني المواد والكهرباء. فوالا، دونك لي ماتيريو اي ليكتريسيتي، دونك لا ستركتور دو لاتوم او لي كونستيتيون دو لاتوم، يعني البنيه ديال الذره، و لي كونستيتيون يعني المكونات ديال الذره. دونك لاحظوا معايا، هذا هو النموذج ديال الذره. لاتوم دو ليثيوم كونتيان 3 الكترون، لاحظوا معايا. دونك بالنسبه للذره دائما فيها النويو الوسط وفيها لي زيلكترون اللي دائما كيتحركوا. داكوغ، بالنسبه لهاد الذره هادي اللي فيها 3 ديال لي زيلكترون، الاسم ديالها هي ليثيوم. دونك ذره الليثيوم هي هادي، دائما في اي ذره عندها النويو، عندها واحد العدد معين ديال لي زيلكترون اللي كيحوموا حول النواه. Donc la matière est constituée d'atomes de petite taille. Leur diamètre se mesure en utilisant une très petite unité, le nanomètre. D'accord? Les atomes sont eux-mêmes constitués de. Donc à Roma, juste les choses qui qu'on oublie à qu'na le noyau et les électrons. Noyau les huénawet. Le noyau est situé au centre de l'atome, donc طبعاً في كيكون نواه، كيكون في المركز الوسط ديال الذرة. Et porte des charges électriques positives. عقلوا عليها، هاد النوايو هادو دائماً الشحنة ديال الإلكترونية كتكون موجبة. Et leur diamètre est plus petit que le diamètre de l'atome. Et leur masse est pratiquement égale à la masse de l'atome. Donc déjà qu'on a fait le cours, le coût de la diénoise, que c'est lié au coût de la diénoise. Voilà, le nombre de charges positives du noyau d'un atome est appelé le numéro atomique, noté Z. C'est une caractéristique de l'atome. Donc l'adad diel chouhnet al moujaba diel ennawet, que c'est ma bl'adad adderri Z. Les électrons. Donc, les électrons sont des particules très petites, tournent autour du noyau qui doit rouler
يحومون أو لا يدورون حول النواة. Leur masse est négligeable devant la masse du noyau. Donc déjà que ça fait le cours, Anna. Donc le côté de l'électronette, le côté de l'électronette fait mouhmela. Voilà. Chaque électron porte une charge électrique qui fait amla négative. كل إلكترون فهو كيحمل شحنة كهربائية سالبة. نوتي موان E avec E et la charge élémentaire اللي هي الشحنة الابتدائية. دونك دائما E عقلو عليها E إيكالا 1.6 فوا 10 بوسونس موان 19 كولوم. داكوغ؟ و فوالا. Où chaque électron porte une charge électrique négative. Donc, moins E, rahia, la charge électrique négative. D'accord? Voilà. Donc, l'ouïhda, hiya coulomb, rahia. Donc, le coulomb, unité universelle de charge électrique. Rahia. السي هاد السي كولومب هي الوحدة العالمية ديال الشحنة الكهربائية. دونك شاك اتوم ا ان نومبرو زيت ديفيني ديليكترون افيك غوسومبلونس انتر تو لي زيليكترون دو تو لي اتوم. دونك زيت هو العدد ديال الالكترونات. دونك لاحظوا معايا الجدول ركزوا فيه مزيان. لا شارج دو نوايو دو لاتوم الشحنة ديال النواة ديالها دائما البلوس ياك حيت قلناها الشحنة ديال النوايو هي بوزيتيف. شارج دي زيليكترون دونك هنا لي زيليكترون راه الموان وهنايا النوايو راه البلوس. لا شارج داتوم طبعا لا شارج داتوم كامله هي لا شارج ديال لي زيليكترون بلوس لا شارج ديال النوايو. دونك غادي نجمعهم شحال تعطيني دائما كتعطيني زيرو. داكوغ بالنسبه للاتوم اكزامبل دي زاتوم هذه اللي قلت لكم في الكوغ قلبوا عليها. انا جبت لكم الجدول سكرينيوه خرجوه امبريميوه كتبوه المهم وحفظوه هذه اهم حاجه. دونك عندي لي زاتوم هيدروجين كربون الالومنيوم الكلور الكلور سائل لو فير والكويفر فوالا اف او وقيلا لو فير. بالنسبه ل هو ديجا هما ها هما كاينين السامبول ما شفتهمش. دونك ها السامبول ديالو الرمز ديالهم ها هو زيد. دونك هما مكتوبين هنايا بالترتيب على حسب العدد الذري ديالهم. الهيدروجين عنده واحد يعني الكترون واحد الكربون 6 الالومنيوم 13 الكلور 17 وسدا واش نحفظوا زيد اه حفظوا زيد يقدر يتعطى يقدر ما يتعطاش. لا شارج دو نوايو الشحنه ديال النواه دائما بلس شفتو. دونك لا شارج دو نوايو دائما العدد الذري قبل منه زائد ومن بعد منه او هي لا شارج. شارج دي زيليكترون لي زيليكترون العدد الذري كنحطوه قبل منه نعملو الموا مورا نعملو او. شارج دو لاتوم دائما لا شارج دو لاتوم كتساوي صفر وحيد. شارج نوايو دونك شارج نوايو لاحظوا نوايو هنايا ب او هي لا شارج ولكن هنا بكولومب. دونك شنو غادير اصلا يعني اضرب واحد في او واحد واحد في او او شحال هي هاد العدد اللي هو 1.6 في 10 بسونس موان 19 كولومب هادي هي او. دونك مثلا لا شارج الكتريك ديال الكربون هي 6 في 1.6 داكوغ هادي 13 في 1.6 وحنايا ماشيين. لا شارج دي زيليكترون بالكولومب طبعا هاد الاعداد هادو غادي تعاودهم تعملهم الموان وعقلو على الوحده كولومب. هنايا الكترون ماشي او او يعني ديال لا شارج ها هي حيت هما طلبوها لك ب او. داكوغ سالينا من لي زاتوم اون باس لي زيون اللي هما شكون هما هما قلنا الايونات العربيه الايونات. الطلبه لهاد الفيديو كنت باغا نقولها لكم هاد الدرس هذا
غيتبعكم حتى للبكالوريا، عرفتوا؟ اذا ما فهمتوش هذا العام مشيتوا فيها داكوغ، عافاكم، ركزوا فيه، لان لا باز، هذا هو لا باز ديال هاد الشيء ديال الذرات والالكترونات والايونات، هذا هو لا باز ديالو. ضروري تفهموا هاد الدرس هذا باش تمشيو مرتاحين في البكالوريا ان شاء الله، زعما الثانوي كامل. يلا هون باس شو لي ستيلو ما عرفت فين كنحط. Donc, définition d'ion. Un ion provient d'un atome ou d'un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, l'ion qui gagne un ion, ou le mjmoua ديال الذرات اللي فقدوا ou le اكتسبوا مجموعه ديال الالكترونات. Il existe deux types d'ions. Les types, كاينين les cations et les anions. Les cations, les cationات, les ions positifs. Alors, provient d'un atome ou d'un groupement d'atomes ayant perdu. راه بيناتهم هاد علاقه معاكسه. الايونات الموجبه كتجي من واحد لاتوم اللي فقدوا واحد الالكترون او لا بزاف. لي زانيون هما واحد الايونات اللي هي سالبه من جانا من واحد الاتوم، واحد الذره او مجموعه ديال الذرات اللي كسبوا الكترون او لا اكثر. انيون مونو اتوميك، عقلتوا على مونو اتوميك، احادي الذره. اي كونستيتو دان سول اتوم، شتي فيه ذره واحده. اي انيون بولي اتوميك، متعدد الذرات. اي كونستيتو بار ان انسامبل داتوم. دونك كومباس لي سامبول دي زيون، الرمز ديال الايونات. دونك لاحظوا معايا، هذا الرمز ديال ايون ديال الكلور سائل موان، وهذا الرمز ديال الايون ديال الالومنيوم ال 3 بلس. لاحظوا معايا، دونك هذه هي النواه وهذو هما لي زيليكترون، هذه هي النواه وهذو هما لي زيليكترون. دونك سائل موان هي الذره، هي ملي الذره اكتسبت، هي غاني جات واحد الالكترون وتزادت على تزادت هنا، رجعت لي السائل موان. يعني الايون، هذا الايون، هذا السائل موان، السائل موان خصو يفقد واحد باش يرجع ذره، والذره زادت واحد ورجعت ايون، فهمتوا؟ بالنسبه للالومنيوم دونك ال 3 بلس، يعني هذا الايون خصو يزيد ثلاثة باش يرجع ذره. اذا الذره شنو وقع لها؟ فقدت ثلاثة. ها هي مشات لوحده، مشات لوحده، مشات لوحده، ورجعت ليا ايون. ها هو الشرح، ما شفتوش، المهم نعاودو نقراوه، ماشي مشكله. لاحظوا، خليها هكا احسن. دونك لاتوم دو كلور سائل كي كونتيان 17 الكترون، دونك العدد الذري ديالو هو 17، اغاني ان الكترون، لاتوم سو ترانسفورم اون ايون نيجاتيف. دونك لا شارج الكتريك، دابا عقلوا، دابا ردوا معايا بالمزيان، الا فهمتوا هادي غتعرفوا تبقاو تخدموا تمارين بوحديتكم. لا شارج الكتريك، دونك لا شارج الكتريك د الكترون شحال تكون؟ دونك لا شارج ديال اصلا فيها الموان، وديال الايون دونك هنايا غاني وحده وما 17 تزادت وحده هي 18. لا شارج الكتريك دو نوايو، النوايو دائما بوزيتيف، النوايو ما وقع لا والو، غتبقى نفسها. لا شارج الكتريك ديون، لا شارج الكتريك ديال الايون كامل، راه هما لا شارج ديالهم بجوج، دونك هادي زائد هادي شحال عطات؟ موان زان او. لو سامبول ديون دو كلور هو سائل موان، الرمز ديال الايون هو السائل موان. اون باس لاليمينيوم 3 بلس. لاتوم د الاليمينيوم كي كونتيان، دونك هي العدد الذري ديالها شحال؟ 13 الكترون، ا بيردو 3 الكترون، دونك شحال ترجع لها؟ 10. ولكن حيت هنايا لي زيليكترون عمل الموان، هنايا النوايو غيبقى نفسو، لان النوايو ما وقع ليه والو، في ملي كنقصو ولا نزيدو كنزيدو في لي زيليكترون. شارج الكتريك ديون اي، وكنجمع هاد الجوج هادو كيعطيوني بلس 3 او. داكوغ، لو سامبول الالومنيوم هو ال 3 بلس. كونكلوزيون، دونك بوغ ايكريير لو فور لا فورمول شيميك دو كاتيون، اون انديك اون هو على دغوات دو، دونك صافي كيف ما قلت لكم السائل هذيك الموان كتكون على اليمين الفوق،
و ال 3 بلس على اليمين الفوق، هادشي اللي بغاو يقولوا هنايا. الكاتيون كنزيد البلس والانيون كنعمل الموان. دي زيكزامبل ديال لي زيون. حتى هاد الجدول الصراحه ما كرهتكمش تعقلوا عليه ولا تحفظوه. دونك هما لي زيون، ها هو السامبل ديالهم. دونك كاينه الذره ديال اج ياك، ولكن كاين الايون اج بلس، ال 3 بلس، سي ا 2 بلس، سي ال موان، سي ال او موان، سي او 2 بلس، سي ال 3 2 موان، ان او 3 موان، او 2 موان. لا شارج او ها هي دائما العدد هذا. ما شوش حال كاينين. دونك اذا هو الجدول قسم 3. هاهما السامبول ولا شارج ديالو. داكوغ فوالا. دونك بهذا كنكونو سالينا الفيديو الاول. بالتوفيق لكم جميعا، تلاقوا فيديو قبيله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.